اهلا وسهلا بيكم، انا فادي اسكندر المحامي. والفيديو ده اللايف ده انا عاوزه اعمله اقسمه لثلاث اجزاء. هنتكلم في الجزء الاول على الجديد في المعونات، الستيمولس تشيك، الانمبلويمنت، والجزء الثاني انا هعمله عن الابديتس بتاعت الاميجريشن، والجزء الثالث هنجاوب فيه على الاسئله بتاعتكم اللي انتوا بعتوها واللي هتبعتوها كمان على الصفحه واللايف ده وانا بعمل اللايف. اول حاجه انا عاوز اتكلم على الابديتس بخصوص الستيمولس تشيك، فلوس ال 1200 دولار او ال 2400 دولار، ايه الجديد فيها وهتستلموها امتى والحاجات اللي زي كده. وهتكلم على الانمبلويمنت، بالخصوص هتكلم على الناس اللي شغاله independent contractors، الناس شغالة اوبر وليفت واللي شغالة مع نفسها self employed، امتى هيجيلهم ال 600 دولار بتوع ال federal government، وايه الطرق اللي يقدروا يقدموا بيها على ال unemployment. اول حاجة انا عاوز اتكلم على ال stimulus check. انا هدي ال updates، مش هتكلم يا جماعة يعني مش هتكلم على الحاجات اللي انا اتكلمت عليها في اللايفات اللي فات. الجديد ان الـ IRS عملت ويب سايت، الويب سايت ده تقدر عن طريقه ان انت تعمل simple tax return او ان انت تقدم الضرائب بتاعك بشكل مختصر. لو انت ما كنتش required ان انت تعمل الضرائب بتاعتك في 2019 او 2018، الفورم ديت عشان الـ IRS to collect the information بتاعتك، وتقدر عن طريقها ان هي تدي لك الفلوس اللي هي الـ 1200 دولار او ال 2400 دولار او whatever family بتاعتك قد ايه. الفورمة ديت، وانا عاوز برضو احذر منه الناس، انت ما ينفعش ان انت تفايلها طبقا للانستراكشنز اللي موجودة على موقع الاي ار اس لو انت ما كنتش يو اس سيتيزن او جرين كارد هولدر في 2019. فلو انت مثلا شخص حصلت على اللجوء طبقا للكلام اللي حطاه الاي ار اس على الويب سايت بتاعها، انت ما تقدرش تفايل الفورمه ديت. هل في اوبشنز عن طريقها ان انت تحصل بيها على 1200 دولار لو انت كنت ريزيدنت الين بمعنى المفهوم بتاع الضرايب؟ ودي حاجه كتير من الناس مش فاهمينها، انا شرحتها في الفيديوهات اللي فاتت يعني ايه ريزيدنت الين بالنسبه لمفهوم الضرايب. مش بنتكلم دلوقتي على الاميجريشن ستاتس، بنتكلم على المفهوم بتاع الضرايب. انت ممكن تكون حد ريزيدنت الين لو انت كنت جرين كارد هولدر، طبعا يو اس سيتيزن لا خلاف عليه، او قضيت مده 183 يوم داخل امريكا في اخر 3 سنين وليها حسبه معينه انا اوريدي اديتها لكم في فيديو منفصل. الناس اللي زي ديت وكانت موجوده في 2019 مفروض طبقا للاي ار اس ان هم ما يعملوش فيل اوت للفورم ديت، المفروض ان هم يستشيروا المحاسب بتاعهم، ممكن يعملوا تاكس ريتيرن لو اشتغلوا في 2019 وكانوا مقضيين المده اللي تاهلهم ان هم يعملوا الضرايب بتاعتهم كريزيدنت الين. ما بنتكلمش على جرين كارد هولدر كبيرمننت ريزيدنت الين، بنتكلم على التعريف بالنسبه للضرايب، وهو ان انت لا تكون جرين كارد هولدر لا تكون قضيت 183 يوم في اخر سنه في اخر 3 سنين في امريكا وليها حسبه معينه انا اوريدي شرحتها. طيب الناس اللي didn't qualify في 2019 يعني ما كانوش ريزيدنت الين بمفهوم الضرايب، وما كانوش يقدروا ان هم يحصوا ما كانوش ما يقدروش ان هم يرفعوا الضرايب، هل الفلوس ديت ال 1200 دولار دول راحت عليكم؟ يا جماعه دي ادفانس على التاكس، التاكس ريبيت بتاعك بتاع 2021. فانت لو ما اخدتهاش في 2000 في دلوقتي هتاخدها في وانت بعد ما تعمل الضرايب بتاعتك في 2021. فليتس سي ان انت you didn't qualify as a resident alien في 2019، في 2020 لما تيجي تعمل الضرايب بتاعتك ويو كواليفاي از ا ريزيدنت الين، المفروض ان الادفانس ال 1200 دولار اللي الحكومه الفدراليه بتعمل لهم لك ادفانس دلوقتي هتاخدهم في 2021. فاتمنى ان انتوا تكونوا يعني ريلاكس من الموضوع ده. لو انت didn't qualify ان انت تحصل عليها في 2019، اما تيجي تعمل الضرايب بتاعتك بتاعت 2021 بتاعت اللي هي بتاعت 2020 السنه دي هتحصل على ال 1200 دولار دول او وات ايفر على حسب الاسره بتاعتك. فتاني بحذر، الفورمه بتاعت الاي ار اس اللي عاملينها المختصره ديت اوريدي عاملين وورنينج تحت ان انت ما تفايلهاش لو انت كنت ما كنتش يو اس سيتيزن او بيرمننت ريزيدنت في 2019،
اوكي، لو انت كنت ريزيدنت اليان بمفهوم الضرايب تقدر انت تستشير محاسب ان انت تعمل ضرايب كريزيدنت اليان، وبالتالي الاي ار اس يبقى عندها الانفورميشن بتاعتك وتدي لك الفلوس. في حاجة تانية، مين اللي الفورمة ديت المفروض الناس تملاها؟ الفورمة بتاعت الاي ار اس او عن طريق التربو تاكس، الناس اللي مش ريكوايرد ان هي تعمل ضرايب. احنا بنتكلم على الناس اللي بتحصل على الاس اس اي، اللي هي الناس اللي هي مش بتحصل على الديسابيلتي بتاع الاس اس بتاع السوشيال سيكيورتي، اللي هي الاس اس الاس اس دي اي، او الناس اللي ما بتحصلش على اللي هو المعاشات، اوكي، من السوشيال سيكيورتي. احنا بنتكلم عن الناس اللي بتحصل على الاس اس اي، المفروض ان هي تفايل السمبل تاكس ريتيرن ده سواء عن طريق الاي ار اس ويب سايت او عن طريق موقع التربو تاكس. الناس اللي ما كانتش ريكوايرد ان هي تفايل تاكسز في 2018 او 2019 لان الانكم بتاعها كان قليل، المفروض ان هي تملى الفورم ديت. لو انت بتحصل زي ما قلت على الديسابيلتي والكلام ده، المفروض ان الاي ار اس هتاخد الانفورميشن بتاعتك وتعمل لك ديبوزيت للفلوس بتاعتك من غير ما تضطر ان انت تملى الفورم ديت. بالنسبه للناس اللي كانت بتاخد الريفند بتاع التاكس ريتيرن بتاعها في 2018 و2019 عن طريق شيك، الاي ار اس هتعمل تول هتبقى افيلبل ابريل 15 في نص الشهر ده، تقدر ان انت تحط فيها الاكونت نمبر بتاع البنك بتاعك والراوتنج نمبر، والمفروض ان الاي ار اس هتحط الفلوس بتاعه ال 1200 دولار فيها وانس ان هي بقت افيلبل. امتى هتحصل على الفلوس؟ المفروض ان الاي ار اس هتبتدي ان هي ديبوزيت الفلوس ديت في الاسبوع ده، و يعني مش لازم كلها في نفس الوقت، هتاخد وقت لغايه ما توصل لكل الناس، لكن هي المفروض الاي ار اس في خلال الاسبوع ده هتبتدي ان انت تشوف ال 1200 دولار، و او على حسب يعني انت الاسره بتاعتك قد ايه، هتلاقيها ديبوزيتد في الاكونت بتاعك. بالنسبه للناس اللي بتعمل لها ميلينج، الميلينج برضو له يعني له حسبه كده، امتى هيعملوا لك ميلينج للتشيك. لو انت اقل من 10000 دولار هيعملوا لك الاول، لو انت من 10 ل 20000 دولار في التاكس ريتيرن بتاعتك هيعملوا لك بعد فتره. It can go all the way up to September 2020. فأنا بنصح الناس اللي هي qualified إن هي تحصل على 1200 دولار والآي آر إس هتعمل التول إن هي تحط البنك أكاونت بتاعك، إن أنت تحط الإنفورميشن بتاعت البنك أكاونت بتاعك في بداية من إحنا اتكلمنا في بداية من April 15 لما التول دي تكون available على موقع الآي آر إس. في حاجة تانية انا عاوز اتكلم عليها بخصوص الانمبلويمنت، في ناس كتيرة قدمت على الانمبلويمنت الفترة اللي فاتت وكان عندهم بعض الـ يعني بعض الـ الـ الاسئلة ان هم ما بيحصلوش على ال 600 دولار بتوع الحكومة الفيدرالية. في ناس قدمت عن طريق ان هم كانوا شغالين اوبر وليفت والسيستم بتاع الستيت رفضهم، او يعني ما كانوش يقدروا ان هم يحطوا الانفورميشن بتاعتهم كسيلف امبلويد، وكناس كانوا شغالين مثلا كأوبر او ليفت، يعني شغالين لوحدهم. الفتره اللي فاتت طبعا الستيتس ما كانتش مؤهله ان هي يعني تعمل تكفر كل الناس اللي هي بتقدم على unemployment، لان كان في سيستم اوريدي قبل كده ان لازم انت تكون شغال عن طريق W2 علشان تقدر ان انت تحصل على unemployment benefits. لكن الكيرز اكت او القانون الجديد اللي طلع من الكونجرس وسع المفهوم ده لناس كتيرة قوي، منهم الناس اللي شغالة اوبر وليفت، والناس اللي شغالة لوحدها independent contractors، الناس اللي شغالة self-employed، الناس دي كلها بقت eligible ان هي تقدم على المعونات. والستيتس ما كانش عندها سيستم ان هي to process الابليكيشنز ديت وتعمل لهم البنفيتس بتاعت الانمبلويمنت. المفروض ان السيستم ده بيتطبق تدريجيا في كل الولايات. لو انت مثلا في نيويورك وبتحصل على unemployment يعني حتى لو 1 دولار، المفروض انت الاسبوع اللي فات نوتست ان هو زادت بقت 601 دولار، بدأت الفلوس بتاعة الحكومة الفيدرالية تظهر. في كاليفورنيا ال 600 دولار دول هيبتدي انت تشوفهم بداية من الاسبوع الجاي، تبتدي تشوف ال 600 دولار بتوع الpandemic unemployment assistance بتاعة الحكومة الفيدرالية. في بعض الستيتس ما كانش زي ما قلت عندها السيستم ان انت تقدر تقدم كسيلف امبلويد او حد اوبر او ليفت او اي حاجه. المفروض ان السيستمز بتاعت الولايات ديت هتتعدل، وهتقدر ان انت الفتره اللي جايه يعني ان انت تقدر تقدم على unemployment assistance. ودي حاجه لو انت كنت اترفضت او كده ممكن ان انت تجرب تاني وانس الستيت بتاعتك بقت عندها السيستم ان هي accept الابليكيشن بتاعك. لو انت بتحصل على 1 دولار بس
في ستيت بنفيتس هتقدر تاخد ال $600 بتوع الحكومه الفيدراليه في الانمبلويمنت بنفيتس. فمش هتبقى يعني الفلوس بتاعت الحكومه الفيدراليه ال $600 مش هتبقى متناسبه مع الدخل اللي انت بتحصل عليه عن طريق ال unemployment benefits بتاعت الولايه نفسها. لو انت بتحصل على $1 فاكثر هتاخد ال $600 كاملين بتوع ال unemployment benefits. في حاجه تانية بخصوص المعونات، وهي الناس اللي بتتكلم ان هي هل تقدر تقدم على معونات عاديه بتاعت الستيتس دلوقتي. تقدر تقدم لو انت الانكم بتاعك قل، تقدر تقدم على الفود ستامبس، تقدر تقدم على الكاش ايد، وات ايفر البنفيتس اللي بتاهلها لك الولايه بتاعتك. وانت الانكم بتاعك قل في الفتره ديت تقدر تقدم عليها، بس طبعا بيحسبوا الانمبلويمنت بنفيتس في الكالكوليشن بتاع الانكم بتاعك. يعني لو ليتس سي انت قدمت على الانمبلويمنت وجالك فلوس معينه هيدخلوها في الانكم بتاعك علشان يشوفوا هل انت كواليفايد ان انت تحصل على البنفيت ده ولا لا. فالمعاناة بتاعت الاستيت العادية تقدر تقدم عليها عادي، بس ممكن مشكلة ان بعض الايجنسيز مقفولة فتقدر تقدم عليها اونلاين. الجزء الثاني من الفيديو انا حاولت ان انا الخص بس الجديد في المعاناة، لكن الكور بتاع الفيديو ده هو الاسئلة عن الهجرة. عاوز ادي فيها بعض الحاجات الجديدة. اول حاجة بالنسبة للـ A County او اللي هي الكاونتي بتاعت لوس انجلوس، اللي هي مفروض فيها بعض المحاكم وبعض الحاجات اللي زي كده، جددوا الستي ات هوم لغايه 15 مايو. فبالتالي في احتمال كبير جدا ان المحاكم تقف لغايه 15 مايو. لسه اورنج كاونتي اللي فيها مكتب اللجوء بتاع لوس انجلوس لسه ما تجددش فيها الحظر لغايه يوم 15 مايو. فانتل فيرذر نوتس احنا مستنيين ان الحاجات دي مقفوله لغايه يوم 3 ماي، لكن لسه ما فيش اي حاجه تقول ان هم هيقفلوا اكتر من كده الا لما الستيت او الكاونتي تعلن ان هي مددت الحظر بتاعها. حاجه تانية، ودي حاجه الاسبوع اللي فات انا كنت بمثل عاملين، منهم واحد مثلته الاسبوع اللي فات، واحد امثله الاسبوع الجاي. هم ديتيند يعني محبوسين على ذمه قضايا الهجره بتاعتهم في سان دييجو، محكمة سان دييجو ومحاكم كتيرة. أول الهجرة اللي بتمثل أو بتنظر في قضايا الناس المحبوسة على ذمة قضايا الهجرة بتاعتهم بقت بتعمل الهيرنجز بتاعتها كلها عن طريق التليفون للمحامين، وبالنسبة للناس المحبوسة بتطلعهم بالفيديو كونفرنس وبتعمل الهيرنج عادي جدا، لكن المحامي بيعمله عن طريق التليفون، وده ستاندنج اوردر من القضاء بحيث ان حتى المحامي مش محتاج ان هو يعمل موشن او دفع ان هو يتكلم عن طريق التليفون او يدافع عن العميل بتاعه عن طريق التليفون. الحاجات ديت بقت كلها ايزي خالص، بس بتدي للكليرك الرقم التليفون بتاعك والكليرك بيتصل بيك. فدي حاجه ممكن نشوفها في الفتره اللي جايه في محاكم الهجره العاديه، ان يبتدي يبقى في ستاندنج اوردر ان المحامين يمثلوا العملاء بتاعتهم عن طريق بس التليفون، وممكن العملاء كمان يبقى يعني خصوصا في الجلسات الابتدائيه اللي هي الماستر هيرينجز يبقى العملاء بتوعهم برضو بيمثلوا نفسهم عن طريق التليفون، لان في باكلوج كبير جدا في محاكم الهجره. واظن ان اداره ترامب عاوزه ان هي يعني توقف الباكلوج ده، ان هو يكتر اكتر من الاول، وان هي تمشي القضايا في المحاكم. فممكن الاسبوع اللي جاي او الشهر اللي جاي سوري، يعني حتى لو الدنيا ما فتحتش محاكم الهجره تبتدي تفتح عن طريق التليفون بالنسبة للناس اللي عندهم جلسات ابتدائية اللي هي الماستر هيرنجز. ده الأسئلة أو ده دلتا الجديد في الهجرة والحاجات اللي أنا شفتها في الفترة اللي فاتت. كل حاجة أنا قلتها في الفيديوهات اللي فاتت still stands، مش هعمل فيها أي جديد، لأن المحاكم مقفولة، المحاكم للناس العادية، إدارة الهجرة مقفولة للـ in-person interviews. لكن زي ما قلت الفترة اللي فاتت انت تقدر تفايل اي ابلكيشن بتفايله عن طريق الميل او عن طريق الاونلاين اونلاين سيستم بتاع اليو اس اي اس، ابلكيشن جنسيه زي ابلكيشن تمديد الفيزا، اي ابلكيشن انت تقدر تفايله عن طريق الاونلاين تقدر تفايله، اي ابلكيشن تقدر تفايله عن طريق الميل تقدر تفايله. كل حاجه مفتوحه وبيديكوا ريسيت نوتس، اوكي؟ لكن اي حاجه فيها ان بيرسون انترفيوز مفيش اي انترفيو هيتعمل له سكيدجولنج في الفتره اللي جايه ديت الا لما تبتدي
إدارة الهجرة إن هي تفتح. في حاجة تانية، امبارح أنا جالي موافقة على جرين كارد عن طريق العمل بدون انترفيو، ودي حاجة جديدة أو حاجة جديدة قديمة، لأن إدارة الهجرة من سنة أو من سنة وشوية بدأت إن هي تطلب من الناس اللي بتعمل جرين كارد عن طريق العمل إن هي تحضر انترفيوز. لازم يكون في انترفيو شخصي الناس تحضره، ويبتدي في الأوفيسر يسأل الشخص ده عن الجرين كارد أبليكيشن بتاعه. الأول مرة امبارح جالي ابروفل على جرين كارد عن طريق العمل بدون انترفيو، بدون حتى ما يشوفوا الشخص المتقدم للحصول على الجرين كارد. ودي حاجة برضو ناس كتيرة ريبورتد في الاسوسيشن بتوع محامين الهجرة، ان لو انت عندك جرين كارد عن طريق العمل، هي مش سياسة رسمية لكن اصبحت سياسة غير رسمية في الفترة الاسبوع اللي فات، بدأوا يبعتوا ابروفل نوتيسز يعني موافقات على الجرين كارد عن طريق العمل بدون ما يكون انت اتعملت انترفيو. هل ده السياسة ديت لو استمر الموضوع ممكن تمتد للجرين كارد عن طريق الجواز؟ انا اشك في ده تماما، لان لازم الاوفيسر يتاكد ان الجواز ده حقيقي عن طريق المقابله الشخصيه، عن طريق ان هو يطلع على الاوراق بتاعتكم الجوين دوكيومنتس. فانا مش شايف ان السياسه دي هتمتد للجرين كارد عن طريق الزواج، وهي برضو سياسه غير رسميه ان الناس اللي عندهم جرين كارد عن طريق العمل ممكن يبعتوا لكم الابروفل بدون ما تكون انت ريكوايرد ان انت تروح الانترفيو. هجاوب على الاسئله بتاعتكم اللي انتوا بعتوها على الصفحه، وبعد كده هبص على الأسئلة اللي انتوا بعتينها دلوقتي على اللايف، خصوصا ان انتوا بعتوا أسئلة جميلة جدا. يعني انا بشكركم على الأسئلة اللي انتوا بعتوها على البوست اللي انا عملته على صفحة الفيسبوك، لأن فيها بعض الأسئلة الجديدة مش مكررة، ودي حاجة انا بحبها، يعني لأن معظم الأسئلة بتبقى عن في ابلكيشن بيندينج واعمل ايه علشان اسرعه، ودايما بتكون الجواب واحد. يعني في حد بيقول سؤالي، هل ممكن اللي واخد جرين كارد عن طريق اللجوء انه يسافر للبلد اللي عامل منها لجوء لسبب ضروري، وايه اقصى مدة ممكن يقعدها بره امريكا، وهل ممكن يحصل مشاكل وهو راجع تاني في المطار، او ممكن يتسحب منه جرين كارد او مشاكل تانية؟ شكرا كتير. المدة اللي انت بتقدم في اللي بتحصل فيها على جرين كارد تعتمد انت ساكن فين، ومين السيرفيس سنتر اللي بيعمل بروسيسنج للابليكيشن بتاعك. لو انت بتتكلم على كاليفورنيا، لو انت في كاليفورنيا ممكن تاخد حوالي 4 شهور لـ5 شهور، that's my experience. لو انت في ولايات نيويورك، نيوجيرسي، ولايات الايست كوست يعني الساحل الشرقي الامريكا، ممكن تاخد فتره طويله، ممكن تاخد سنه. بالنسبه لانت هل تقدر تطلع بره امريكا او تطلعي بره امريكا حد حاصل على اللجوء للبلد بتاعتك، انا ما انصحش بيها تماما تماما تماما، لكن في استثناء او هكذا يعني موجود على البوكس او موجود في القوانين او موجود في الانستراكشنز الجايدنس بتاعت اليو اس اس، ان ممكن شخص لو عنده ايمرجنسي طارئه جدا ان هو ينزل بلد اللجوء بتاعته لمده قصيره ويرجع تاني. انا ما بنصحش بده، لكن دي حاجه موجوده. هل ممكن الاوفيسر يعمل لك مشاكل في المطار؟ طبعا، لو انت معكيش ادله عن السبب اللي انت نزلت ليه ده سبب قهري او نزلت لفتره طويله، انا ما بنصحش بيها بغض النظر هي يعني ليجل او مش ليجل طبقا للقوانين. انت كشخص بتقدم على اللجوء بتطلب من الموظف اللي بيعمل معاك الانترفيو اللجوء ان انت يعني مش عاوز ترجع بلدك عشان في خوف عليك، وفجاه بترجع بلدك وبتيجي يعني ان وان بيس، يعني بتيجي سليم. ففين فين الاضطهاد، او فين الحاجه اللي انت كنت بتقول ان انت خايف منها في بلدك؟ لكن لو في سبب طارئ، والسبب الطارئ ده تعرف توثقه، يعني ممكن تنزل، لكن انا عن نفسي كمحامي ما بنصحش بيها خالص. تيجي منين؟ انا ما انصحكش ان انت تيجي من مكان يعني في بري كليرنس، سي بي بي بري كليرنس، يعني في اداره الجمارك ما تبقاش موجوده في المطار ده بره امريكا، لان ممكن يعملوا لك مشاكل وياخدوا منك الجرين كارد بدون وجه حق، ودي حصلت مع ناس. لكن لو انت في هنا في امريكا يعني ممكن يدخلوك محاكم ترحيل، لو في يعني شايفين ان في غش في الجرين كارد انت اخدته عن طريق اللجوء ممكن يعملوا لك مشاكل كبيره جدا. لكن انا قلت لك رايي كمحامي، او قلت لك رايي كمحامي، وانت اللي هتتخذي القرار ده بناء على الظروف اللي انت شايفاها، وبناء على ان انت تشوفي هل الريسك اللي انت هتاخديها ديت يعني مستاهله ان انت تاخديها ان انت تنزلي بلدك، ولا ممكن الموضوع ده يستنى لغايه ما تحصلي على الجنسيه.
دي حاجة راجعة ليكي. في حد بيقول مقيم في أمريكا 6 سنوات، في أول عام سافرت 10 شهور، ومنذ 4 أعوام و10 شهور سافرت مرة واحدة 40 يوم، هل لو قدمت على الجنسية في مشكلة دلوقتي؟ مع العلم إن باخد مساعدات. حتة إن أنت بتاخد مساعدات دي ملهاش مشكلة، لكن أنت تحسب آخر 5 سنين من وقت ما هتقدم على الجنسية، ال5 سنين الأخرى دول ما يكونش فيهم مدة أكتر من 6 شهور أنت قعدتها بره أمريكا، ويكون كل سنة أنت على الأقل قعدت جوه أمريكا 6 شهور في أكتر. أوكي؟ فلو انت بتتكلم على السيناريو ده موست لايكلي انت تقدر تقدم دلوقتي. الأسئلة التانية، حضرنا المقابلة مع الأوفيسر يوم 11 مارس وأخبرنا إن النتيجة سترسل بالبريد خلال أسبوعين، وحتى الآن لم يصل أي شيء، هل المكتب في أجازة؟ لو انت بتتكلمي على المكتب بتاع لوس أنجلوس الأسايلم، هو انا ما شفتش منه قرارات جديدة في الفترة الأخيرة ديت اللي هي كان فيها كلوجر، كان يمكن أول أسبوع بس، لكن هما مش قافلين، المفروض ان الاوفيسر موجودين و يعني بيعملوا الانترفيوز بتاعتهم عادي، سوري بيعملوا الادجوديكيشن بتاعهم عادي، يعني لو في قرارات واقفه المفروض ان هما بيبصوا فيها بينظروا فيها، او خصوص كل مكاتب اللجوء يعني المفروض ان الاوفيسر يشتغلوا على القضايا القديمه لان مفيش مقابلات. لكن لو بتتكلمي على مكتب لوس انجلوس الفتره اللي فاتت ديت انا ما شفتش فيه تحرك شويه، والأوفيسر ممكن يقول لك هيجي لك القرار بعد أسبوعين، ويجيب لك القرار بعد سنة، يعني it's not يعني rocket science إن هو يقول لك هيجي لك اليوم كذا ومش هيجي لك القرار. يعني في حد تاني بيسأل، نحن معنا فيزا هجرة وحجزنا مرتين واتلغى وقربت فيزا الهجرة تخلص، هو القانون بيقول ان انت ما ينفعش تجدد فيزا الهجره، اوكي؟ لكن في بروسس ان هم يعملوا ريبرنتنج للفويل بتاع الفيزا، ويطلبوا منك لو في اي دوكيومنتس اكسبايرد ان انت تجددها، وبالتالي ان انت تقدر ان انت تدخل على الاميجرنت فيزا بتاعتك ما تنتهيش يعني. كل سفاره المفروض ان هيبقى في بروسس في الفتره اللي جايه تعلن فيها ازاي ان انت تقدر ان انت تجدد الفيزا بتاعتك او تو ريبرنت الفيزا بتاعتك. لكن القانون او المانيوال بتاع الديبارتمنت اوف ستيت بيقول ان ما ينفعش ان انت تجدد الفيزا بتاعت الهجره، اوكي؟ لكن الفتره اللي جايه ده استثناء، هيبقى في ريبرنتنج للفيزاز، ودي كل سفاره المفروض ان هي هتعلن البروسيس اللي تقدر عن طريقها ان انت تجدد الفيزا بتاعتك او ان انت تريبرنت الفيزا بتاعتك. في حد بيقول، استاذ انا عملت مقابله اللجوء واخدت الموافقه باكتوبر 2017، وبعد سنه كامله من تاريخ الموافقه قدمت على الجرين، ولحقلك ما وصلني الجرين كارد، لكن من شهرين اجاني موعد التبصيم وعملته. كم وقت الانتظار بحسب خبرتك؟ تعتمد على انك فين، لو انت في الويست كوست يعني انت في كاليفورنيا في الولايات ديت ممكن تاخد من 4 شهور ل6 شهور، لو انت في يعني في ولايات زي نيويورك الايست كوست ممكن تاخد فتره اطول، ممكن تاخد سنه فاكتر، فحسب انت فين. في حد بيقول last year I got approved for my asylum case. Last week I sent a petition to add my husband to my case and I got the receipt. How long is the processing time? لو انت بتتكلمي على I-730 جوه امريكا ان هو المفروض ان هو بياخد حوالي 8 شهور لو انت بتتكلمي عن زوجك، وبيبقى في مقابله، السؤال what are the expected steps، المفروض ان يبقى في fingerprints وبعد كده مقابله. Will he get the green card immediately? No. بعد الابروفل بتاع الاي 730 المفروض ان هو يستنى سنه كامله كاسايلي ستاتس، وبعد كده يقدم على الجرين كارد بتاعه. السؤال الثاني، كان هي ستادي او ورك مين وايل، بعد ما يحصل على الموافقه المفروض ان هو يجي له الورك بيرمت والسوشيال سيكيورتي نمبر بتاعه ويقدر ان هو يشتغل بعد ما يحصل على الموافقه بتاعه الاي 730، اوكي؟ از ذير ان انترفيو فور هيم؟ يس، يوجوالي في انترفيو للاي 730 للزوج. وزي ما قلت الاكسبيرينس في كاليفورنيا بتاخد حوالي 8 شهور. سؤال، مرحبا، عندي سؤال بالنسبه لعدم المحكوميه العراقيه، فيها اكسباير ومدتها 3 شهور. انا وقت الي وصلت وقدمتها مع كل الاوراق اللي تخصني وتخص خطيبي، كنت باقي لها شي شهر واتسر اكسباير. يس، هتحتاجيها تاني وقت المقابله يا رورو. سؤال، احنا دخلنا امريكا لدينا فيز ممكن البقاء فيه، نقدم على استماره نحن زياره الودي لديه ولدي لديه جرين كارد ولدينا ملف هجرة من 2010، والده ووالده واحنا متقاعدين كبار بالسن وما عدنا احد بالعراق. اوكي، لا
انت مادام دخلتي على فيزا سياحه لازم تجددي الفيزا بتاعتك، وهو معاك ابنك معاه جرين كارد، ما يقدرش ان هو يقدم لك على جرين كارد لامه او والدته، لازم يكون معاك جنسيه عشان يقدم لامه او والدته. فانت لازم ان انت تقدمي على الاكستنشن بتاعت فيزا السياحه بتاعتك. واحد بيقول انا ابني لسه واصل في امريكا في كاليفورنيا للدراسه، التحق بالكوميونتي كولج في منطقه الفالي، ليا سؤال اي وقت مناسب يقدم فيه على القضيه؟ هل فعلا بعد انتهاء الترم الاول حتى يقدر يقنع القاضي انه جاي لدراسه في اي وقت على اساس ما يتاخرش في رفع القضيه؟ وشكرا لحضرتك. انا افضل ان هو يستنى فتره يدرس علشان ما يكونش في مشاكل في الفيزا بتاعته، ان هو ما يتقالش ان هو اخذ الفيزا بالغش يعني. لكن دي طبعا انت تستشيري فيها محامي في جلسه خاصه، تعتمد برضه على الظروف. استاذ الكريم، انا واخواتي ثلاثه هون، صار لنا 4 سنوات، ووالدتي هي بالسويد صار لها سنه، ممكن نطلبها زياره؟ ممكن هي تطلب الزياره عن طريق فيزا السياحه، دي مش مشكله، لكن علشان تحصل على جرين كارد لازم حد منكم يكون معاه الجنسيه وبعد كده يقدم لوالدته. اوكي. تزوجت شرعي وانا الان بصدد تسجيل في المحكمه، وبعدها زوجي راح يقدم لي الاوراق الاميجريشن، لعلم ان زوجي قدم للجنسيه وليس لدي اوراق وليس لدي ورق ولا سوشيال، هل الوقت جيد للتقديم؟ واذا قدم لي زوجي استطيع ان احصل على سوشيال نمبر خلال 3 شهور؟ لو يا أميرة لو أنت لسه ما كسرتيش فيزة السياحة، يقدر زوجك يقدم لك على الجرين كارد. أوكي. لو أنت كسرتي فيزة السياحة لازم يبقى جرين كارد، لازم يبقى سيتيزن وبعد كده يقدم لك على الجرين كارد بتاعك. لكن هو معاك جرين، لازم أنت تكون ان ليجل ستاتس، يعني فاليد ستاتس بتاعتك، ما تكونيش كسرتي فيزة السياحة. أنا جيت على أمريكا بمعاملة هجرة قدمها لي زوجي، ومعي حاليا جرين كارد دائم، صار لي 5 شهور، عندي أولاد من زواج سابق، واحد 15 سنة والتاني 22 سنة. في حال قدمت على لم شمل كم تستغرق وقت المعاملة؟ بالنسبة اللي عنده 15 سنة هيجي بسرعة، ممكن ياخد حوالي سنة ونص ويجي. بالنسبة اللي عنده 22 سنة هياخد حوالي 6 سنين ل7 سنين. واحدة معاها جرين كارد وكانت حامل واضطرت ان هي تنزل مصر، والظروف خلتها تولد في مصر، وتسأل وهي راجعة امريكا ايه التصرف مع الطفل وكيف تستخدم له الفيزا وما هي الخطوات؟ يا سمسمة، السؤال بتاعك ده مهم جدا، وانا عاوز الناس يعني تكون مصحصحة معايا. لو هي معاها جرين كارد ونزلت يعني ولدت في مصر، يقدر ان هو الابن يدخل، ابنها الصغير ده يدخل في خلال سنتين من الولادة بدون حتى ما يكون معاه فيزا. البروسس ان انت تثبتي ان هو شخص معاه ان هو ابنك ومعاه باسبور، ومفروض ان هو هيتعمل له جرين كارد في المطار، هيتعمل له ادميشن في المطار كجرين كارد هولدر، ما دام الام كان معاها جرين كارد وقت ما ولدت الطفل ده خارج امريكا. فمش محتاجه ان انت تقدمي على فيزا. اوكي. مساء الخير استاذ فادي، ليه مقابلات اللجوء مش بتتعمل فيديو كونفرنس بدل ما تقف ويستغلوا الفتره ديت عشان سؤال حلو. دلوقتي بيعملوا الديتيند كيسز في الاميجريشن كورت عن طريق الفيديو كونفرنس بالنسبه للناس المحبوسه، لكن بالنسبه للاسايلم صعب شويه. اول حاجه لان لازم الافسر يشوف الشخص اللي قدامك، اللي قدامه اللي بيعمل اللجوء، ويتاكد ان الشخص ده بيقول الحقيقه، ولازم يتاكدوا من الايدنتيتي او الهويه الشخصيه بتاعت الشخص ده، علشان كده بياخدوا بصمات الاصابع بتاعت الشخص وهو بيعمل المقابله قبل ما يعمل المقابله، وبيتاكدوا من الهويه بتاعته. ولازم الافيسر يكون في كلوز كونتاكت علشان يشوف الشخص اللي قدامه ده هيئته وشكله، وهل من الانطباع الشخصي بتاعه ان هو بيقول الحقيقه. المفروض ان المقابله اللجوء ديت اهم حاجه فيها المصداقيه، مش بيبر وورك بس. فالمقابله في دور مهم جدا ان يكون في يعني تواصل شخصي او في انترفيو شخصي ما بين الاوفيسر اللي بيقرر في القضيه والشخص المتقدم للحصول على اللجوء. فما اعتقدش خالص ان هي تتعمل عن طريق الفيديو كونفرنسز. انا قدمت لجوزي ورق هجره من شهر 12 العام الماضي، ولهلا ما اجاني شيء من غير عندهم ان وصلهم البريد، في ايه اعمل؟ شيء اتاكد ان المعامله از بروسيسنج؟ لا، لو قدمتي الابلكيشن وما جالكيش حتى الريسيت نوتس في مشكله، لو قدمتي من شهر 12 ولسه ما جالكيش الريسيت نوتس. فاتمنى ان انت تشوفي ليه الابلكيشن بتاعك ما جالكيش الريسيت نوتس، ممكن تبعتيه تاني تشوفي ايه اللي حصل فيه عن طريق ان انت كونتاكت الاميجريشن. في ساعات لو انت بعتيه على في بوكس ممكن تكونتاكت عن طريق اللوك بوكس فاسيليتي، في ايميل ليهم تقدر ان انت تدي لهم التراكنج نمبر ويدوروا على الابلكيشن لو ما وصلهمش او
وصل لهم وما عملوهوش بروسيسنج، فدي مشكلة. من فضلك انا عندي سؤال، ابني عمل مقابلة الجنسية واخد الموافقة يوم 10/3 وقالوا له هنبعت في الميل ميعاد حلف اليمين واخد شهادة الجنسية، وطبعا كل وقت اتواصل مع مين؟ ما تعملش اي حاجة، مفيش اي حلف يمين خالص دلوقتي، وما اعتقدش هيبقى في حلف يمين خالص ولا في ماي ولا في جون، ممكن في جولاي او اوغست بعد ما الدنيا دي تنتهي، خصوصا لو انت بتتكلمي ان انت هنا في لوس انجلوس بيعملوا عدد كبير جدا للناس ان هم يحلفوا اليمين في نفس الوقت، 5000 الصبح و5000 بعد الظهر، فكمية اعداد مهولة في ظل البانديميك ده، ما اعتقدش ان هم هيعملوا لها سكادجول خالص في الفترة اللي جاية. سؤال، هل في معاملة لم شمل الزوج يشترط ان يكون لديه شهادة جامعية لكي يتم قبوله في المقابلة؟ لا، ما يشترطش حروف مبعثرة، لكن بالنسبة للقانون الجديد بتاع الببليك تشارج هيبصوا على كل العوامل مع بعضها، فليتس سي ان حد ما عندوش شهادة جامعية لكن عنده مهنة او حرفة ممكن تديله فرصة ان هو يشتغل هنا في امريكا، يعني ليتس سي حد نجار، سباك، حداد، حلاق، في معاه مهنة تعوض عن الشهادة الجامعية، فهي كلها عوامل مجتمع هيبصوا عليها، والأفسر في السفارة هيدي القرار بتاعه بناء عليها، فمش شرط ان هو يكون الشخص عنده شهادة جامعية، لما يكون عنده شهادة جامعية ممكن تديله يعني positive factor، خصوصا لو الشهادة الجامعية بتاعته ديت ممكن تديله او تأهله ان هو يحصل على فرصة عمل كويسة في أمريكا. سؤال، انا قدمت اللجوء من 2017 ولحد الان ما جاء ما قام مع ميعاد المقابله، انا قدمت بدون محامي، وعندي سؤال اخر، انا قدمت لتجديد بطاقه العمل من اول شهر 12 لحد الان ما وصل. انت ما جالكيش انترفيو زي ناس كتير، ما فيش، مش معناه ان في حاجه غلط، فلازم تستني. بالنسبه لتجديد بطاقه العمل ممكن تاخد حوالي 6 شهور، لكن لو انت قدمتي على بطاقة العمل ديت قبل ما تكسباير المفروض ان هي اكستندد اوتوماتيكلي 180 يوم. سؤال تاني مهم وحلو، عندي اسئلة في فيزا الار 1 اللي هي الريليجيوس فيزا، الناس يعني شغالين كاوردين مينسترز او شغالين كامام، الحاجات ديت. الاول، هل تستطيع العمل على اي اعمال جانبية بجانب عملك الرئيسي؟ لا، ما ينفعش تشتغل اي حاجه بجانب المهنه الدينيه بتاعتك، اوكي؟ لان ال R1 عامله زي ال H1B سبيسيفيك على الامبلوير بتاعك اللي عمل لك ال R1، اوكي؟ فما ينفعش تشتغل اي حاجه تانية غير ال R1، غير اللي عن طريق ال R1. السؤال الثاني، هل هناك شروط للفيزا؟ يعني مش فاهم يعني ايه شروط. الثاني، متى تستطيع التقدم على جرين كارد؟ لازم تكون انت اشتغلت لمده سنتين، اشتغلت لمدة سنتين في الفوكيشن بتاعتك او المهنة بتاعتك كحد ريليجيوس، كريليجيوس مينستر مثلا او حاجة زي كده، وبعد كده تقدر ان انت تقدم على فورم اسمها الاي 360، وبعد كده تستنى لما تعمل لها ابروف، وبعد كده تقدم على الجرين كارد، وتقدم على الجنسية بعد ما تحصل على الجرين كارد ب5 سنين. امي معاها جرين كارد وما سافرت من 22 سنة امريكا، اكيد هل تحتاج معاملة جديدة؟ تحتاج معاملة جديدة. انا معايا جرين كارد الاول فيانسي، امتى لازم اقدم على التانية؟ قبل 90 يوم من انتهاء الجرين كارد المؤقت، اوكي؟ لازم ترفع الشروط اللي على الجرين كارد بتاعك. وشو بيصير في دفتر القيادة اذا خلصت اول جرين كارد وكادت التانية بعد ما اجت؟ بيدولك اكستنشن لما بتعملي رفع للشروط، وبالاكستنشن ده تقدري انت تجددي رخصة القيادة بتاعتك. انا هرجع لكم يا جماعة على اللي انتوا بتبعتوا لي على اللايف، انا بس حابب ان انا اجاوب على الاسئلة اللي اتبعتت الاول على الصفحة. استاذ فادي المحترم، لدينا انا وزوجتي جرين كارد من 5 سنوات، ولنا ابنه واحده في سوريا. اوكي، بالنسبه لك زهير، لازم اشوف انت دخلت وطلعت في امريكا امتى علشان اقدر اقول لك انت تقدر ان انت تقدم على الجنسيه. فطلب الجنسيه لازم ان انت ما تكونش طلعت بره امريكا مده اكتر من 6 شهور متصله، او ان انت مثلا بتعمل تاتش داون سيناريو اللي انا قلت عليه قبل كده اكتر مره في اكتر من لايف، لازم ان انت تكون مستمر او مقيم داخل امريكا، ان انت تكون مدة اطول من 6 شهور داخل امريكا كل سنة في اخر 5 سنين قبل ما تقدم على الجنسية. السلام عليكم استاذي العزيز، انا مقيمة في امريكا مع زوجي وابني، ولكن حابة اعمل له لم شمل الى امي وابي واخوي. اوكي، هاي الاجراءات، لا، لو معاكي جرين كارد ولا تقدري ولا تعملي لابوكي ولا لامك ولا اخوكي ولا اختك، لازم يكون معاكي الجنسيه.
حصلت على جرين كارد مع الفيزا وانا داخله من المطار ادوني رقم على الباسبور. اوكي، سؤالك يا سلمى علشان بس ارجع للناس اللي بتبعت لي على اللايف، سؤالك ان انت الجرين كارد بتاعك ما راح على الميل وما جالكيش ورجع تاني لاداره الهجره، مش لازم تدفع ال $450 او ال 500 455 دولار لو انت كنت ما اتحركتيش من المكان اللي اديتيه لاداره الهجره، فمش لازم تدفعيهم تاني. اوكي، لكن لازم تعملي الابلكيشن، لازم تعملي الابلكيشن عشان يرجع لك الجرين كارد بتاعك. انا مهاجر يمني عملت مقابله انترفيو جاني الرد إجابة. سؤالك يا مروان انا قراته ومش فاهمه، يا ريت ان انت توضحه. السلام عليكم استاذ، انا قدمت طلب تجديد الجرين كارد وكان ضايل في مده 6 شهور بعد مده بصمه وختموا لي على الجرين كارد مده سنه 3 شهر 3 سنه 21. حكولي من شهر السنه يجي الجرين كارد الجديد، خلال سنه بيجيني الجرين كارد الجديد ولا بيطول؟ خلال سنه بيجي لك الجرين كارد الجديد بعد ما جددته. انا طلعت من معامله الهجره الاهلي حسب العمر وتزوجت، هلا كل عيلتي بامريكا، في اي مدخل او طريقه افتح الموضوع عن طريق محامي من امريكا او الاردن؟ لا. يعطيك العافيه يا استاذ فادي، انا معي فيزا هجره دايفرستي ايميجريشن فيزا وقربت تنتهي وحجزنا مرتين بس اتلغت، هل ممكن تجديد فيزا الهجره؟ زي اتكلمت في الموضوع ده في الاول، المفروض ان هيبقى في بروسس السفاره تريبرنت الايميجرانت فيزا بتاعتك، وبالتالي تقدر ان انت تدخل على الفيزا ديت بعد ما تجدد بعض الاوراق اللي المفروض اتعمل لها اكسبيريشن او اتعمل لها اكسبايرد، زي اوراق عدم المحكوميه او ان انت ما عليكش اي احكام جنائيه في بلدك اللي هي الفيش والتشبيه واوراق الميديكال. اوكي، يا ريت الناس اللي بتتصل بيا تستنى شويه. بعد 100 يوم ينتهي الجرين كارد المؤقت، اقدر اقدم هسه ولو كورونا كل ما عزلون كم تغير سعره الجديد؟ بعد 100 يوم ينتهي الجرين كارد المؤقت. اوكي، تقدم في خلال 90 يوم، فانت لسه قدامك حوالي 10 ايام. هل تقدر تقدم هسه؟ لا، قلت لك 10 ايام، الكورونا كل ما عايزين كل حاجه بتتبعت بالميل تقدر تبعتها وانت حد ملتزم بالديدلاينز بتاعتك، فخلال 90 يوم من الاكسبريشن بتاع الجرين كارد المؤقت بتاعك او اللي هو المشروط لازم تقدم على رفع الشروط. نحن عائلة أردنية معنا فيزا بي 1 بي 2، ولا نستطيع العودة بسبب كورونا؟ هل نستطيع الحصول على إذن عمل؟ لا، ما تنفعش. أمي معها جرين كارد وعايشة في أمريكا وأنا عمري 18 وأختي 16، عنا فيزا زيارة لأمريكا، إذا سافرنا لأمريكا ممكن يمنعنا من الدخول، مع العلم إنها ما قدمت لنا على معاملة لم شمل. ممكن يعملوا لكم حاجة اسمها withdrawal of admission أو سحب الدخول وأنتوا داخلين المطار، بما إن في حد يقدر يقدم لكم على الجرين كارد موجود جوه أمريكا، لكن لو هي كانت زيارة مؤقتة لأمريكا على فيزا سياحة حاولي، لو ما فيش أي، لكن طبعا ما تخبيش أي حاجة على الأفسر بتاع المطار، لكن في حالات كتيرة زي حالتك مشابهة يس بيرجعوهم وبيعملوا لهم حاجة اسمها withdrawal of admission وهم داخلين على المطار، وممكن في بعض الحالات لو في كذب أو حاجات زي كده أو الأفسر يعني سيء ممكن يعمل لك ترحيل إداري administrative removal. هل يستطيع الولد حامل الجنسية إعطائها لوالده بعد بلوغ سن ال 18؟ الولد لا، لازم يكون عنده 21 سنة ويقدم له على الجرين كارد الأول وبعد كده يحصل على الجنسية. إيه أفضل طريقة عشان أعمل أفتح فيزا سياحة وأقعد قانون في البلد غير الزواج؟ لو في خوف من بلدك ممكن تعمل لجوء، لو في عاوز تدرس هنا في أمريكا ممكن تغير الفيزا لـ F1، لو في استثمار ممكن تعمل change of status بتاعتك لـ E2، حاجات كتيرة. شوف انت ايه اللي انت عاوز تعمله في امريكا. والدتي طلعت لها فيزا هجره وانا عمري 16 وعندي فيزا زياره، هل فيني اسافر معها ولا هيكون في مشكله بالمطار؟ نفس السؤال اللي اتسال لي قبل كده، ان هو فيزا الزياره المفروض ان انت تثبتي ان انت عندك عدم نيه الهجره، فانت ما بتدخلي في المطار وتقولي للأوفيسر انا مراتي معاها جرين سوري انا امي معاها جرين كارد وانا داخله معاها. طبعا ممكن يكون في مشكله في المطار ان هم يرجعوها. اوكي، السلام عليكم اخي الكريم، انا دخلت هنا من خلال فيزا بي 1 بي 2 وحصلت على قبول دراسه في الجامعه لبرنامج الماستر في الهندسه واوراق فيزا اف 1 من الجامعه، يفترض بي ان اغادر الخارج لاحصل على تاشيره لتغيير الستاتس، والظروف الحاليه تحول دون ذلك، فهل هناك حل لديكم؟ لازم تعمل اكستنشن للفيزا بتاعتك بتاعت البي 1 بي 2.
امي قدمت لنا معامله لم شمل وهي بامريكا واحنا في بلد اخر، ومعنا فيزا زياره، وخلال المعامله تسافر امريكا بفيزا الزياره. نفس الكلام اللي انا قلته للناس اللي قبل كده، ما دام في حد immediate relative عنك ممكن يعمل لك ابلكيشن هجره، خصوصا لما يكون اب او ام او حاجه زي كده، يعني ممكن يكون في شك، وخصوصا لو عمل الابلكيشن كمان لم الشمل. ممكن لو الموظف يعني شويه مش كويس ممكن يوقفك في المطار ويرجعك. سؤال: هل اللي عنده سيكشن 8 صح بيحصل على جرين كارد؟ وانا عندي مواليد امريكا وما باخد فود ستامب او اخدته بيعرقل قصه الجرين كارد؟ اوكي، تعتمد انت بتحصل، انت هتقدم على جرين كارد عن طريق ايه. لو هتقدم او هتقدمي على جرين كارد عن طريق لم الشمل او الزواج، يس ممكن يأثر. لو انت هتقدمي عليه عن طريق اللجوء او اي حاجة انسانية زي اليو فيزا التي فيزا الفاوا، لا ما بيأثرش. اختي جوزي مقدم لها على شمل الاسره من 2008، بنتي كان عندها وقتها 11 سنه ودلوقتي عندها 23 سنه، هل ينفع تطلع معانا؟ في حسبه بتتعمل ممكن تطلع معاكي حتى لو عدت السن، طالما هي محميه تحت الشايلد بروتكشن ستاتس اكت. في لسه حسبه لازم تتعمل، نشوف الابلكيشن بيندنج قد ايه، وسنها كان امتى، كان سنها كان ايه وقت ما فعلت الابلكيشن، وقت ما الفيزا كانت افيلبل، ونشوف السن بتاعها تحت قانون حمايه الطفل. فلازم تكلمي محامي بخصوص الموضوع ده. انا قدمت مع عائلتي لجوء من 2018، لحد الان ما جت لي المقابله، مع العلم عندي حالات قتل وارفقتها القضيه للمحامي وعمل شيء بحكيني ارسلها لهم، وانا اتوقع انه عمل حاجه. ايش تنصحني؟ ممكن تروحي مكتب اللجوء وتطلبي تسريع الكيس بتاعتك وتقدمي لهم المستندات بتاعتك لو انت عندك شك ان المحامي ما قدمش الاوراق ديت. كان عندي تبصيم قبل اسبوع وجميع مراكز الاميجريشن مغلقه بسبب الفيروس، كيف بدي اعمل موعد جديد؟ لا، هم اللي هيعملوا لك موعد جديد، انت مش محتاج تعمل اي حاجه. انا عامله لم شمل الزوج اللي في العراق ومع جرين كارد، وهو اكمل المقابله من سنتين ولحد الان اجراءات اداريه، شنو ممكن اعمل؟ ممكن ترفع قضيه على اداره على السفاره انهم حاطينه في الاجراءات الاداريه فتره طويله كده. مساء الورد استاذ، لو سمحت، معاملات لم الشمل الاخوه صار فيها رمز دبليو اي سي، اي ولايه بتكون انت الدبليو اي سي اللي هو الكاليفورنيا سيرفيس سنتر، فانت وبتاخد 13 سنه يعني، فانت مش محتاج ان انت تدور على الموضوع ده دلوقتي. استاذ فادي، لو انا عملت اكستنشن 6 شهور وبعد كده قدمت على الجو، ده بيأثر ولا لا؟ يس ممكن يأثر، لانك لما بتعملي اكستنشن المفروض ان انت تقدمي ستيتمنت بتقولي فيها ان انت هترجعي بلدك، فازاي انت بتقولي لهم في الاكستنشن انا هرجع بلدي وفجاه بتقولي لهم انا هقدم على اللجوء؟ انا افضل انت لو هتقدمي على اللجوء تقدمي على اللجوء بدون ما تعملي الاكستنشن وقبل ما تكسري الفيزا بتاعتك، علشان ما يكونش في مشكله مع شرطه الهجره. انا عملت سبونسرشيب لوالدي 66 سنه من سنتين وهو معاه الجرين كارد حاليا، هل ممكن يقدم لاخويا 33 23 سنه غير متزوج على الجرين ونعمل له سبونسر شيب؟ يس ممكن يعمل ده، ما دام اخوك غير متزوج وانت ممكن تعمل سبونسر شيب برضه ككو سبونسر. استاذ فادي المحترم من فضلك اريد الرد على سؤالي، انت حصلت على فيزا الامريكا وكنت ساذهب الاسبوع الماضي ولكن تم الغاء الرحله بسبب الفيروس والفيزا قريبا ستنتهي صلاحيتها، هل ممكن حد لو فيزا هجره هيبقى في ممكن يبقى في بروسس، لو فيزا عدم هجره اللي هي فيزا سياحة مثلا مش هينفع، لازم تقدمي على فيزا جديدة. مرحبا، أنا عايش بأمريكا وأهلي عايشين بالعراق، أكتر أسوي لهم معاملة شو قد تطول؟ أنا عندي جرين كارد مقدم جنسية. على حسب الأهل بتاعك مين أنت عاوز تجيبهم من أمريكا. مرحبا، أنا دخلت أمريكا بفيزا وبعدين تزوجت وهون، وزوجي قدم لي معاملة زوجة ب 2012 2017 ولها أكتر من سنة وما جالي رد عليها، ماذا سيكون سبب كل هذا التأخير؟ أنت لو دخلتي أمريكا بفيزا وقدمتي على معاملة وهو يو إس سيتيزن، المفروض كان يقدم لك كل الطلب معاكي. يا ايه، كان المفروض يقدم الجرين كارد ابلكيشن ومعامله الفيزا وحتى حق العمل والادفانس بارول دوكيمنت. انا معي جواز امريكي ووالدي اجا لعندي فيزا زياره، هل يحتاج لسبونسر لمعامله الهجره لابويا؟ وخلال قديش بتطلع المعامله هو عندي بامريكا؟ بتاخد حوالي 8 شهور لسنه، لازم يكون معاكي كو سبونسر لو انت ما بتعمليش انف، والقواعد اتغيرت، واتمنى ان انت تستشيري محامي قبل ما تقدمي لابوكي، لان هو هيكون كبير في السن ممكن يكون عنده مشاكل صحيه. القواعد اتغيرت بخصوص البابليك تشارج، اتمنى ان انت تحتاجي على الاقل استشاره. في طريقه لاجيب شخص من سوريا؟ لا مفيش، الناس بتيجي عن طريق الفيز العادي عادي. السلام عليكم استاذ فادي، ربنا يوفقك على مجهودك. انا عندي سؤال، انا حاليا معايا انيشال
optional practical training OPT تاريخ starting كان 10 فبراير 2020 وراح تنتهي على السنة الجاية. المشكلة ان الفيزا هتنتهي يوم 26 مايو الشهر الجاي. انا مش عارفة اعمل ايه لو سافرت دلوقتي الشهر ده عن طريق الاجلاء اللي عملها الدولة للمواطنين عادي، وما عنديش مشكلة ارجع من الفيزا وتنتهي لو لقيت اصلا حجز وطيران فتح. انت لو معاكي ال OPT وعندك employment، يعني في شغل، يعني في employment letter او employment offer، وحتى لو الفيزا بتاعت ال F1 انتهت تقدري تدخلي عن طريق ال OPT letter مع ال I-20، لازم تكون signed for travel من ال DSO، وتقدري تسافري حتى والفيزا منتهية. اوكي، ترجعي امريكا تاني على الفيزا منتهية. في احتماليه ان انت لو رحتي وقدمتي على الفيزا تاني بتاعت الدراسه تترفض، ده حاجه up to the discretion of the officer ان هو يرفض او يقبل الفيز. لو انا تم الموافقه على قضيه اللجوء وتم الحصول على تصريح العمل لكن مكاتب السوشيال مغلقه حاليا، هل في طريقه للحصول على السوشيال؟ لا مفيش، ان انت تقدري ان انت تتواصلي معاهم تشوفي هل في بروسيس تانية عن طريق التليفون، يعني تتصلي هل في بروسيس تانية يقدروا يعملوا ده بيها ولا لا. طيب انا هحاول ان انا اجاوب على الاسئله اللي جات لي على اللايف دلوقتي. في حد بيسال طيب لو اتجددت التاشيره تاني هل هيكون ليهم رسوم بتدفع تاني ومعاد الاجراءات ويعاد الاجراءات تاني ومقابله السفاره وكشف طب تاني؟ المفروض ان هيبقى فيه يعني طلبات تانية، الكشف الطبي هيتطلب ان هو يتجدد، الحاجات دي هتتطلب ان هي اللي هو الفيش والتشبيه هيطلب ان هو يتجدد، لكن كون هيطلبوا فلوس تانية رسوم تانية ولا لا معرفش. عن طريق الموضوع ده هتعرفوا عن طريق كل سفاره هيبقى فيه بروسس اجراءات يقدروا بيها يقولوا لك هتجدد الفيزا ازاي او هيعمل لك ريبرنتنج الفيزا تانية ازاي. انا مصري وزوجتي امريكيه ومقيمه معي في مصر، نقدر نقدم على الجرين كارد من مصر دلوقتي؟ تقدروا تقدموا على الاي 130، لكن الجرين كارد ما تقدرش تقدم عليه الا لو انت لو هي في مصر الا لما يتم الموافقه على الاي 130 وبعد كده تتحول للناشونال فيزا سنتر. ماما عندي وكسرت فيزا، هل ممكن تقعد عادي من غير قضيه ولا لازم اعمل لها قضيه؟ وهل ممكن يبقى في ترحيل وشكرا؟ هتقعد لو انت معاك جنسيه تقدر تقدم لها الورق، لو انت مش معاك جنسيه وانت جرين كارد هولدر مش هتقدر تقدم لها الورق. والحل الوحيد ان هي لو عاوزه تقعد في امريكا وما تكسرش الفيزا بتاعتها ان هي تقدم على القضيه. I did my I-485 interview in January 2020 and I contact the USCIS to see what happens with my case and they said background check. So what does that mean and how long it would take؟ يعني الوقت ممكن وقت طويل، ما اقدرش اقول لك هتاخد وقت قد ايه، لكن لو طولت عن كده ممكن تعمل مانديمس او انت ترفع قضيه على اليو اس اي اس، بحيث ان انت لو في وقت طويل قاعدين ان هم بيعملوا باك جراوند تشيك عليك ومفيش امل ان انت تحصل على الورق بسرعه بان انت تعمل لهم انكويريز بان انت تدخل الكونجرس بيرسون بتاعك، الحل الوحيد ان انت ترفع عليهم قضيه في المحكمه الفدراليه. انا متجوز ولسه ما قدمتش، هيبقى في مشكله ان ابعت الورق ولا لا؟ تقدر تبعت الورق دلوقتي مفيش مشكله، لكن في مشكله بعد كده لو انت يعني لو الهجره مسكتك، لو اللي هو شرطه الهجره مسكتك وانت مخالف. لو سمحت انا الجرين كارد ضاع مني، هل ينفع انزل مصر من غيره وبياخد وقت قد ايه علشان يطلع؟ لازم تعمل التجديد، وممكن لو عملت التجديد وعملت الفينجر برينت لما يتجدد يتبعت لك مصر، دي حاجه ممكن تتعمل. وفي حاجه تانية وفي سؤال انا جالي اي ثينك على المسجز، وانا اعتذر ليكم الرسائل اللي بعتوها كتير جدا، انا في رسائل كتيره جدا ما فتحتهاش، انا اسف جدا ان انا ما بردش على الناس على المسجز، مش بس مش ده مش تكبر مني، لكن الرسائل كتيره جدا وانا فعلا يعني ما فيش وقت ان انا افتحها كلها. الناس اللي موجوده في مصر والجرين كارد بتاعها اتسرق، او الجرين كارد او اللي موجوده في بلدها يعني والجرين كارد بتاعها اتسرق، او الجرين كارد او الجرين كارد بتاعها انتهى، تقدر تقدم على فورمه اسمها I-131A. ده بيديلك الفرصه ان انت تدخل امريكا تاني بالريسيت نوتس حتى لو الجرين كارد بتاعك منتهي او ضايع، ما دام قدمت على الفورمه ديت، والفورمه دي بتقدمها اونلاين. اوكي، I-131A الفيز بتاعتها حوالي 575 دولار. اوكي، فدي بتدي لك الكارير او الحد بتاع الطيران فلايت، الحد بتاع
اللي هو الفلايت ايجنسي او وات ايفر شركة الطيران تقدر ان هي تدخلك من غير ما يكون في مشكلة عليك. في حد بيسأل كان اي ايميل ذا اسايلم اوفيس، مش عارف اقرأها لانها طلعت لفوق. انا اسف لو انتوا الاسئلة بعتوها في بداية الفيديو ممكن تبعتوها تاني وهقرأها دلوقتي، لان انا في اسئلة عدت عليا واللايف مش مخليني ان انا اقرأها. امتى التقديم على الورك بيرميت والسوشيال سيكيورتي بعد الاسايلم؟ عملت مقابلة شهر 2 2019 ومفيش رد، لسه اقدم على الاوراق. وأقدم على ايه الاول فيهم؟ بتقدم على فورمه واحده وبتعلم فيها ان انت يجي لك السوشيال سيكيورتي نمبر، وده ما عملت مقابله شهر 2 2019 بتقدر تقدم دلوقتي على الـ على الـ على الورك بيرميت والسوشيال سيكيورتي نمبر. مساء الخير، انا مقدم على جرين كارد يوم 11/3 بعد ما وافق على قضيه اللجوء نبراسكا وجالي جواب الاستلام. انا للاسف الاسئله بتطلع مش عارف اقراها. من فضلك انا باخد فود ستامب لاولادي فقط في ابلكيشن الجنسيه، في سؤال خاص بالمساعدات اجاوب عليه؟ انا باخد مساعدات ولا مش باخد مساعدات؟ وشكرا لحضرتك. مفيش سؤال في الابلكيشن بتاع الجنسيه انت بتاخدي مساعدات ولا ما بتاخديش مساعدات. في سؤال بيقول هل انت اخدتي مساعدات عن طريق الغش ولا اخدت مساعدات عن طريق الغش ولا لا. اوكي، لكن لو انت بتقدم على الفي ويفر هتقول، لو انت بتعمل الفي ويفر عن طريق ان انت بتاخد مساعدات هتضطر ان انت تقول لهم ان انت بتاخد مساعدات. اوكي، ودي ما فيش مشكله فيه خالص في الجنسيه ما دام انت المساعدات دي واخدها بالحق، يعني حاطط المعلومات صحيحه. انا عامله لاخواتي لم الشمل. اوكي، لو سمحت جوزي في الكويت وعايز يجي امريكا وهو عنده جرين كارد، للاسف ما فيش طيران دلوقتي فيستنى لغايه ما الطيران يفتح ويقدر ان هو يجي. ما هي خطوات تجديد الجرين كارد الدائم؟ بتقدم على فورم اسمها الاي 90. هل يمكن التقديم على، وبعدين السؤال راح، انا عندي جرين كارد هل يمكنني، برضه السؤال راح. طيب سلام، we applied for I-751 to remove conditions on residency wife, she got the fingerprint. اوكي، انا حامل الجنسيه الامريكيه مواليد تينيسي. للاسف الاسئله بتروح لان اللايف بيخلي الاسئله تطلع لفوق ومش قادر ان انا اقراها. انا حامل الجنسيه الامريكيه. اوكي، السلام عليكم، عندي جرين كارد لوتري، خرجت لزيارة عائلتي. طيب مرحبا استاذ فادي، السلام عليكم. انا مش قادر ان انا اقرا الاسئله لانها كلها بتطير. قابلت قبل سنتين اسايلم وماكو رد وصار 6 سنين من دخلت امريكا. حاول ان انت تعمل انكوري مع الكونجرس مان بتاعك وتحاول ان انت تسرع الموضوع. قابلت مقابله لجوء المكتب الهجره يلسل، هل مكتب الهجرة يرسل جواب هذه الفترة؟ يس، ممكن يبعتوا جواب بالرد على الابليكيشن بتاعك. هل ممكن، هي دفعت ضرائب في 2018، هل ممكن تحصل على المساعدة بتاعت ال 2200 دولار؟ يس، هيجي لها اوتوماتيكلي، مش لازم تقدم ما دام عملت الضرائب. استاذ فايد لو سمحت، كان عندي تبصيم قبل اسبوع لكن انتهى اغلاق المكاتب في نيو جيرسي. مفيش اجراءات، هم هيعملوا لك هيعملوا لك يعملوا لك يعني فينجر برينت جديد، ميعاد جديد بعد ما المكاتب تفتح. منور بنورك. طيب ممكن الكورونا توقف اللوتري 2021؟ مش هتوقف السحب، لكن ممكن الناس اللي هتتضرر لو السفارات ما فتحتش الفيزا بتاعتها هتروح. I'm an OBT، وبعدين السؤال راح. اوكي، في امتحان الجنسيه في سؤال كتابه، هل ده يبقى من الاسئله المية؟ هل نجحت في امتحان ده كويس؟ لا، الكتابه وقراءه اللغه الانجليزيه ده مختلف عن ال 100 سؤال الخاصين بالسيفكس. فقراءة الإنجليزي والكتابة بتاعت الإنجليزي دول حاجتين مختلفين عن السيفكس اللي هما ال 100 سؤال اللي المفروض تجاوب على، بيدي لك الأوفيسر 10 أسئلة المفروض تجاوب فيهم على 6 أو أكشلي 7. أكشلي 6. أوكي، لو قدمت على أسايلم كم تاخد فترة للرد؟ سنة أو أكثر، ممكن أكتر. على حسب إيه، أنت من أنهي دولة؟ عاوزين يعملوا عليك باك جراوند تشيك ولا لأ؟ وعلى حسب نوع القضية بتاعتك، أوكي؟ ممكن ياخد وقت قليل جدا اسبوعين، ممكن ياخد وقت طويل جدا زي حالات السوريين. يعني في سؤال، انا اني امتحان صار لي 6 شهور اني كنت تقرير طبي، بس عرفت التقرير الطبي وامتحنت ونجحت والحمد لله، لحد الان ماكو سيريموني. مفيش سيريموني لغايه دلوقتي، ومش هيبقى فيه سيريموني للفتره اللي جايه خالص. السؤال بتاع الار 1، يس ما ينفعش انت تشتغل
كأوبر او ليفت او فود ديليفري، ما ينفعش في الويك اند حتى، لان الفيزا للامبلوير بتاعك فقط، عامله زي الاتش 1 بي بالظبط كده. اني عندي فيزا وقدمت اسايلم من 2015 وقابلت 2018 والسؤال راح. هل يحق لي الآن F1 حق التقديم على العمل بعد الوباء؟ اتكلمت على الموضوع ده في الأسئلة في اللايفز اللي فاتت، وقلت إن ال F1 لو في حاجة قوية جدا يقدر إن هو يقدم على حق العمل، لكن في ظل الأحداث الحالية أنا أشك بشكل كبير جدا إن إدارة الهجرة تدي لحد F1 فيزا يعني حق عمل خالص. لكن لو في الظروف استثنائيه، والظروف الاستثنائيه ديت ما كانتش موجوده قبل كده زي الكورونا دلوقتي، ممكن تقدم. لكن انا اشك ان اداره الهجره توافق على ده، خصوصا ان في ناس كتيره هنا جرين كارد هولدرز امريكان مش لاقيين شغل، وكل الناس قاعده من الشغل. هتدي للناس اللي معاهم F1 فيزا يعني حق عمل؟ يعني I doubt it. I-130 for brothers, please give some more information. بتقدم على I-130، بياخد حوالي ممكن 5 سنين ولا حاجة لما تملى approval، وبعد كده 13 سنة in process لغاية ما الفيزا تبقى available، وبعد كده بتجيب اخواتك. الدخل السنوي كان فوق ال 21 100. اوكي. العنوان لو سمحت، انا كاليفورنيا. السلام عليكم فادي، انا دخلت استاذ فادي، انا دخلت امريكا قبل 3 شهور. طب انا هجاوب على الاسئله الجديده الاول وبعد كده ارجع للقديم لان بيروح مني. مساء الورد، انا عندي الجنسيه الامريكيه واريد اتزوج من العراق، بس انا متقاعد يعني اس اس اي، هل اقدر اسوي طلب؟ تقدر تسوي طلب. انت الاس اس اي ده لحاجه تانية، انت بتتكلم على انك بتاخد تقاعد لانك اشتغلت في امريكا، وده انكم يتحسب من ضمن الفلوس اللي المفروض تعملها علشان تسبونسر حد ان يجي امريكا. لكن اس اس اي السبلمنتري سوشيال سيكيورتي ده لا، حاجه ده مساعدات. فانا مش عارف انت بتتكلم على ايه. هتقدر تطلب لها يعني تقدر تعمل لها لم شمل، لكن لو انت ما بتعملش انف لازم يكون في كفيل مساعد، والافيسر في خلال المقابله بتاعه السفاره هيقرر اذا كان الشخص ده ممكن في المستقبل ان هو يستخدم المعونات اللي متاحة ليه في أمريكا ولا لأ، بناء على كل العوامل، العمره، الميديكال كونديشن بتاعه، انت بتعمل فلوس قد ايه، حاجات كتيرة كده هياخدوها في الاعتبار، وبعد كده الأوفيسر يعمل الديترمينيشن بتاعته. لكن تقدر تقدم وتقدر تجيب مراتك، مفيش مشكلة. هل الحصول على unemployment يؤثر عند التقديم على الجنسية؟ لا خالص، قدموا على unemployment بدون مشكلة، بدل ما تحطوا معلومات صحيحة مفيش أي مشكلة إن أنت تقدم على unemployment. عاوز أعمل لم شمل البنت في العراق وعندها معاملة من 6 سنوات والسفارة تخبرها انتظري فقط. أوكي، لو بنتك أكتر من ال 21 سنة او متزوجه بتاخد فتره، فهي ما تقدرش تقدم في السفاره. يعني انت بتقدم هنا مع اليو اس اي اس، وبعد ما الفيزا تكون افيلبل بتروح الناشونال فيزا سنتر، وبعد كده تقدر تعمل المرحله الثانيه. اوكي، اني قدمت لزوجتي لم شمل من شهر 9 راحت، ولحد الان ماكو شيء من المنظمه، بس كانوا استلموا الملف. انا مش فاهم انت بتتكلم على الاي او ام ولا بتتكلم على ايه بالظبط. لو سمحت، انا متزوج من امريكيه بقالي سنه وكل ورقي جاهز، بس ناقص الضامن، ينفع ادفع ليها الضرايب وتضمني؟ هي عندها 20 سنه. اوكي، انت لو عندك حق عمل واخده من طريق شرعي تقدر ان انت تضمن نفسك لو انت بتشتغل وبتعمل الضرايب. لكن لو انت مش بتشتغل طبقا لحق عمل، يعني انت شغال كاش او شغال بشكل غير شرعي، ما تقدرش ان انت تضمن نفسك، ما تقدرش تحط الفلوس بتاعتك مع الفلوس بتاعتها. من فضلك، هل الأحكام القضائية بفلوس من شركات الكريدت كارد أو الإشهار الإفلاس بتؤثر على حصول على الجنسية؟ لأ، الحاجات ديت بدل ما فيهاش فراد، بدل ما فيهاش غش، أوكي؟ ما فيش فيه مشكلة، تقدر تشهر إفلاسك وتحصل على الجنسية، ما فيش مشكلة خالص. اوكي، فانت حتى لو عليك فلوس لشركات الكريدت وعملت افلاس عشان تشيلهم مفيش مشكله. اوكي،
مرحبا استاذ فادي، هل بقدر اطلع رخصه قياده وهي اي بي 60؟ ما العلم انا مخالف وعايش في ولايه كاليفورنيا. شفت ناس كتير بتروح تعمل الدي ام في، تعمل الرخصه والدي ام في شير الانفورميشن مع الايس ويعرفوا هم فين. فما اقدرش اقول لك، يعني اقدر اقول لك يا تقدر تعملها ما فيش مشكله، بس خد بالك في موضوع العنوان. انا ما اقدرش اقول لك اعمل حاجه بشكل غير شرعي. قدمت اسايلم من 2015 وقابلت. اوكي انا جاوبت على السؤال ده. انا امتحنت صار لي 6 شهور وكنت مسويه تقرير طبي، بس عفت التقرير الطبي وامتحنت ونجحت الحمد لله. اوكي السؤال ده برضو انا جاوبته. بعت سؤالي اكتر من مره ما جاوبتني، ما شفتوش. هل صحيح ممكن يطلع اذا العمل طالب F1؟ جاوبت على السؤال ده. ممكن احصل على جرين كارد عن طريق عقد عمل؟ يس. في يعني يعني في حاجات تقدر عن طريق ان انت تحصل على عقد عمل، سواء عن طريق الاي بي 2 او الاي بي 3. لو في موظف او صاحب، سوري، صاحب عمل عرض عليك وظيفه والوظيفه ديت عمل عليها ليبر سيرتيفيكيشن، بمعنى ان هو تيستد ذا ماركت، دور في امريكا وشاف ان مفيش حد كواليفايد ان هو يحصل على الوظيفه بتاعتك، اوكي، معاه جرين كارد او معاه حق عمل عن طريق الادفرتايزنج. بعد ما بيعمل الموضوع ده يقدر ان هو يعمل لك الطلب للامبلوير ان هو يدخلك، وتقدر عن طريق ان انت تحصل على الجرين كارد. اوكي بس ممكن تاخد فترة شوية. متزوج من 5 سنين، حصلت على جرين كارد دائم 10 سنين، ما اعطوني جرين كارد سنتين. إلي سنتين حصل على جرين كارد، ممكن اقدم على الجنسية ولا هل لازم استنى كمان سنة؟ لازم تستنى كمان سنة، يعني حوالي 3 سنين متزوج. ما دام انت متزوج من 5 سنين بيدولك الجرين كارد دايما، ما بيدولكش الجرين كارد المؤقت او اللي هو المشروط. انا دخلت امريكا شهر نوفمبر 2019، هل اقدر اقدم على المساعدات للعاطلين عن العمل؟ يس، لو انت كنت بتشتغل او تأثرت طبقا للقانون بتاع الكيرز اكت الجديد، تقدر تقدم على البانديميك ان امبلويمنت اسيستنس، ان انت مثلا كنت في وظيفه وتم تقليل عدد ساعات العمل بتاعتك، او كنت في وظيفه وتم طلب منك ان انت تقعد في البيت، او انت اضطريت ان انت تقعد في البيت بسبب ان عندك اطفال لازم تاخد لازم ترعاهم، او ان انت كنت هتبدا وظيفه لكن بسبب الحاجات اللي حصلت ديت بسبب البانديميك ده انت مش عارف تروح الوظيفه ديت. فدي كلها اسباب جديده تقدر عن طريقها ان انت تقدم على unemployment وتحصل على unemployment. انا قدمت عبر زوجتي امريكا على I-130 and I-485 اكتوبر 2017، وكانت المقابله في شهر 6 2019، وعطوني البروف بتاع الابروف بتاع I-130، لكن موافقه الجرين كارد حتى الان pending، واتصل عليهم كل مره يقولوا باك جراوند تشيك. لازم تكيب يعني يعني تعمل لهم سيرفيس ريكويست على طول. وانا كل الناس اللي بتسمعني انا هعمل فيديوهات ازاي ان انت تعمل سيرفيس ريكويست، يعني ستيب باي ستيب، ان انت تطلب تعرف ابديتس عن الاميجريشن كيس بتاعتك، ازاي تكلم مكتب الكونجرس بيرسون بتاعك، ازاي تعمل الحاجات ديت. هعمل ستيب باي ستيب ان انت تقدر تعملها اونلاين. اوكي اتمنى ان انتوا تتفرجوا عليها تستفيدوا منها. لو الحاجات دي كلها ما جابتش نتيجه وبقت الكيس بتاعتك outside of the normal processing time، تقدر تعمل mandamus action عليهم، تقدر ترفع قضية على إدارة الهجرة. Hi Fadi, how long does it take the unemployment? Does the unemployment due to the coronavirus, to the COVID-19 affects applying for a K-1 visa? No, it will not affect someone for a K-1 visa, okay? لو الشخص ده حصل على ال unemployment, okay, وهو بيقدم على الجرين كارد، ما عندوش شغل لكن في المستقبل لكن عنده الانكم الكافي ان هو يسبونسر الشخص ده في السنه ديت، يقدر ان هو يقدم له ويقدر ان هو يسبونسر الشخص ده. لكن في وقت الجرين كارد الشخص ده فقد عمله، الشخص ده لسه على unemployment، ممكن تاثر. اوكي ممكن تاثر، لكن ان هو يقدم دلوقتي على الكي 1 فيزا لخطيبته مفيش اي مشكله خالص. حلفان الجنسية في نيويورك كله مقفول. لو سمحت أنا حاملة الجنسية الأمريكية وقدمت لزوجي اي 130 وهو حامل الجنسية التركية، كم من الوقت تاخد المعاملة؟ المفروض إن هي تاخد حوالي سنة لسنة ونص. سؤال، أنا كنت بعت
لك على الماسنجر بس ما ردتش في موضوعي. انا بقالي 6 سنين هنا من 2014، والانترفيو حضرته 2016 واخدت رفض، وتحولت كورت 2017 وكان ماستر هيرينج. وقتها المحكمة اتأجلت لان ما كانش فيه قضاء، وبعتوا لي الميعاد الجديد في مايو 2020 على individual hearing. ولما رحت المحامي عشان نشوف ايه اللي هيتم، قال لي لازم تعمل ماستر هيرينج الاول، وكأني رجعت 6 سنين من الاول. اعمل ايه؟ مفيش حاجة تقدري تعمليها، لازم تحضري الماستر هيرينج الاول تاني لو في قضي تاني، وبعد كده يحدد لك جلسة جديدة. وللأسف هي دي المحاكم. مساء الخير، انا عملت I751، لكن يعني back to that question، ممكن الجلسة النهائية ممكن ان انت تحاولي ان انت المحامي بتاعك يتفق مع محامي الحكومة تنارو ذا ايشوز، يعني تحددوا النقاط اللي المفروض هيتم مناقشتها في الجلسة النهائية مع القاضي. ولو النقاط ديت نقاط ما تاخدش من وقت المحكمة وقت طويل، ممكن القاضي يديلك جلسة قريبة. مساء الخير، انا عملت I751 وجالي ريسيت 8 مانث اكستنشن، وهتنتهي في اول ماي ولسه ما جاش التجديد. ودرايفر لايسنس هتنتهي ازاي؟ اقدر اجددها؟ بتجددها بالريسيت بتاع ال 18 مانث اكستنشن ده. ايه نظام الحلفان الجنسية؟ تشرح لنا عن تقديم اللجوء وكم ياخد وقت؟ رنا هعمل فيديو عن ده. انا قدمت لخطيب بنتي ولسه ما بعتوا شيء غير الرصيد، غير الريسيت. اوكي، مفيش مشكلة. بياخد وقت لما يوافقوا على البيتيشن بتاع الخطوبة، وبعد كده بيتحول للسفارة. بياخد وقت قد ايه؟ بيتيشن الخطوبة المفروض ان هو ياخد حوالي 6 شهور بالكتير، يعني 6 شهور ل 8 شهور يتم الموافقة عليه. هل اي مساعدات تم الحصول عليها تؤثر على حصولي على الجنسيه، مع العلم ان انا حاصل على جرين كارد لوتري؟ لا، ما بتاثرش على الجنسيه، لكن انا عملت فيديو في بعض الحالات لو انت بتاخد المساعدات ديت بالغش، او انت بتاخد المساعدات ديت وانت مش موجود داخل امريكا، ممكن يعتبروا ده فراد ويسبب لك مشاكل. فاتمنى انت تتفرج على الفيديو بتاعك، مفيش اي مشكله انت تحصل على المساعدات مادام انت بتقدم معلومات مظبوطه لاداره في المساعدات. يعني Asylum pending before interview، كيف إضافة زوجتي للـ Asylum pending before interview؟ في process لازم تبعت لمكتب اللجوء، actually لازم تبعته للـ Service Center، بتعمل له application تاني للشخص ده، الـ information بتاعته، وبتحط معاها الصورة بتاعته، المفروض إن هو بيتعمل له fingerprint بعد ما يتضاف. في process ليه على حسب أنت فين بالظبط. أوكي؟ لو سمحت، أثناء وجودنا بأمريكا أخو زوجي مواطن أمريكا، قدمناه معاملة alien to citizenship relative. مش فاهم يعني إيه alien to citizenship relative. أوكي. من 6 سنوات والآن أوكي، أخو زوجك. أوكي، في ناس قالوا إن 5 سنوات وتخلص. لا، بتاخد 15 سنة لو أخوه بيقدم له، بتاخد 13 سنة. قدمت على اللجوء قبل مكتب قفل مكتب الهجرة وجالي ريسيت، ما توقعك لموقف في الوقت الحالي لما يفتح مكتب الهجرة؟ هياخدوا الناس اللي هتقدم أجدد، وبعد كده يرجعوا الناس ديت. لكن لحسن الحظ إن مفيش هيبقى في ناس كتيرة جاية، مش هيبقى في ناس كتيرة جاية على فيز، فبالتالي ممكن يعني يرجعوا للناس ديت ويدوا لهم انترفيوز، لكن هيبقى في تكدس في الفترة ديت، ناس كتيرة هتتظلم. هل الأحكام القضائية بالكريدت؟ جاوبت على السؤال ده. My mother had an oath ceremony on March 31st and they canceled. That's okay. هيحددوا لها ميعاد تاني. أنا دخلت أمريكا بفيزا B1 B2 وأنا والأولاد، وحصلت لي مشكلة وبقت قضية، وبقالي 3 سنين وأنا أنتظر فيزا. كل اللي عملته بصمة فقط ولم أحصل على الموافقة. كم آن مدة فيزا يو؟ أنت بتتكلم على فيزا يو مش يو. حسب ما بقالي 3 سنين، بتاخد فترة طويلة. عملت البصمة فترة طويلة، بتاخد فترة طويلة. الفيزا يو لازم يعملوا الادجوديكيشن الأول، وبعد كده بعد ما يعملوا الموافقة لازم يكون الفيزا تكون افيلبل، وبعد كده بعد فترة مدة معينة بعد ما تحصلي على الفيزا ديت اللي هي اليو فيزا، تقدري ان انت تحصلي على الجرين كارد بعد 4 سنين على اليو فيزا. انا معي جنسية قدمت لماما من سنتين، ولحد دلوقتي ما حصلش، محدش رد عليا.
هي جنسيتها سورية ومقدمة، مقيمة في الأردن، وأنا جيت لهنا من 2004، جيت عن طريق التبني. هلق أوكي، وجيت عن طريق التبني. هلق من أجل هذا السبب المعاملة واقفة، ما تقدريش تقدمي لوالدتك. لو أنت جيتي عن طريق التبني ما تقدريش تقدمي لوالدتك خالص. أوكي، فالكلام ده أنت ما تقدريش تقدمي لوالدتك. هل لو أنا قدمت على الجرين كارد دلوقتي وهعمل أبليكيشن الويلفير بتاعها ومعيش بروف بتاع الويفر، اوكي، هل لو قدمت على جرين كارد وهعمل ابلكيشن ويفر، اوكي، ومعيش بروف بتاع الويفر علشان كل الاماكن قافله، ايه العمل؟ ممكن يكون عندك الانكم، الانكم بتاعك تقدري تثبتي ان الانكم بتاعك قليل، ممكن تستني. لكن في بعض الكلاينتس عندي اكشلي عملوها عن طريق الانترنت. لو انت في كاليفورنيا، سلام، زوجتي قدمت I-751 علشان رفع الشروط عن الجرين كارد في 31 ايار 2019، وعملت البصمات في 28 حزيران، وب14 اغسطس قالوا انه يحددوا موعد المقابله. حتى الان ما في شيء جديد. هل تستغرق وقت طويل؟ هل ممكن اتقدم على الجنسيه اللي بصرتها؟ يا ممكن تقدم على الجنسيه دلوقتي، مش لازم تستنى مده مش لازم تستنى لغايه ما الاي 751 يتعمل له ابروفل. بتقدم على الجنسية بعد سنتين وتسع شهور من حصولك على الجرين كارد المؤقت، ومفروض ان هما يعملوا ادجوديكيشن للاثنين مع بعض، الاي 751 والان 400 بتاعتك. هل unemployment يؤثر على الجنسية؟ لا. هل فني الجنسية في نيويورك؟ متى يمكنني تقديم الجواز الامريكي بعد الحصول على الجرين كارد؟ هل هي فترة من حصولي على الموافقة على اللجوء او الجرين كارد؟ تقديم، قصدك بتقدم على الجنسية الأمريكية؟ بتقدم على الجنسية الأمريكية بعد حوالي 5 سنين من حصولك على الجرين كارد، مش على موافقة اللجوء. حامل الجنسية الأمريكية ممكن أقدم لأمي وإخواني مرة واحدة، وتقدم لهم كلهم على أبلكيشن، كل واحد على أبلكيشن منفصل. جوزي أخد الجرين عن طريق الجواز مني، أنا جنسية أمريكية، وهو حاليا قدم على ريموفل أوف كونديشنز عشان ياخد الجرين كارد ب 10 سنين، وإحنا عايشين في low income subsidized housing. ده ممكن يخليه يترفض انه ياخد الجرين ب 10 سنين؟ لا. انا كان عندي J1 او academic training، هل يمكن ان اذهب لبلد العراق واعود علما من الفيزا expire؟ اوكي، لو انت كسرت الفيزا بتاعتك هنا ممكن يكون ينطبق عليك يعني حاجات تمنعك ان انت ترجع تاني. بالنسبة للجي 1 بتاعتك، لو هي صالحة وفي اوفر تاني ان انت دايما بتبقى الجي 1 يعني سبيسيفيك لامبلوير معين لفترة محددة، الجي 1 تريننج لمدة سنة بالعموم، يعني ما اعتقدش ان انت هتقدر ان انت ترجع عليها تاني، خصوصا ان هي اكسباير بالتأكيد. يعني انا قدمت من العراق، قدمت من 2015 وقبلت شهر 18 2018. اوكي، انت بتتكلم على الاي او ام، ما فيش اي حاجه خاصه بالاي او ام. امريكا ما بتدخلش الريفيوجيز او اللاجئين من خارج امريكا دلوقتي، اعداد قليله جدا اللي بتدخل، وفي سسبنشن ليها في الفتره دي. مرحبا استاذ فادي، انا قدمت لزوجتي من شي 7 شهور، قديش بعدين انا جرين كارد؟ اوكي، بتاخد من حوالي 7 شهور، المفروض انت في خلال الفترة اللي جاية يجيلك الابروفال نوتس. اوكي، ولو على حسب هي موجودة جوه امريكا او موجودة بره امريكا، بتاخد الخطوة اللي بعدها. لو هي موجودة في امريكا وانت يو اس سيتيزن، كان المفروض تقدم على كل الورق مع بعض. من فضلك، اللي شغال كاش وشغله وقف من حقه ياخد المساعدة لو هتبلغ الكاش ده عن طريق 1099 ويبقى انت اندبندنت كونتراكتور مثلا؟ اوكي، ممكن تحصل على unemployment assistance. هل recommended approval يحق له التقديم على الـ SSN أو الـ work permit؟ وأيهم أولا؟ بتقدمي على الـ work permit وفي application الـ work permit الـ I-751 في box كده بيقول لك عاوزة أنت تعملي social security، بتقولي yes وتقدري تحصلي على الـ social security بتاعك. الاثنين بيجوا مع بعض، فما تقدميش على السوشيال سيكوريتي منفصل. How long do I have to hold a green card if I came to the US by marriage? I've had it almost for 3 years straight. أنا مش فاهم أنت قصدك تقول how long do you have to be a green card holder to apply for citizenship؟ لو أنت بتتكلم على ده ولسه متزوج من مواطنة من زوجتك الأمريكية، أنت بتتكلم حوالي 3 سنين تقدر تقدم على الجنسية.
تحصلت على اللجوء وعندي اس اس ان واشتغل الان انا وزوجي. تاريخ القبول كان يوم 25 افريل 2019، ويعني مش تكو يعني متى تكون المقابلة، وهل يحق لي في ميديكال؟ ما طلبنا اي مساعدة فيدرالية. اوكي، لو انت تحصلت على اللجوء ومعاك الموافقة تقدر تقدم على الجنسية 25 او 26 ابريل 2020، ومش هيبقى فيه مقابلة، المفروض ما يبقاش فيه مقابلة للجرين كارد عن طريق اللجوء. اوكي، مرحبا، انا قدمت لمراتي من شي سنة ونص، انا مع جرين كارد واجتني الموافقة وكل شيء تمام. اخر مرحلة دفعت الرسوم تبع الفيزا سنتر 470 دولار وكل شيء تمام. انا جاني بس الايام اللي هم طلعها الفيزا بالايام القادمة، شو الاجراءات اللي لازم اعملها علشان أنا من أمريكا بقالي 5 سنين راح أقدم على الجنسية، بس الظروف الكورونا مفيش أي مقابلات في السفارة. لازم لما السفارة تفتح إن هو يتحدد لها ميعاد وتحصل على الفيزا وتيجي أمريكا كجرين كارد هولدر، لكن السفارات دلوقتي ما بتعملش أي مقابلات. أنا من سوريا وعندي الجنسية، هل أستطيع أن أطلب أمي؟ وقد إيه بتاخد وقت؟ وشكرا لحضرتك. تقدري تطلبي أمك، بتاخد حوالي سنة ونص لو هي بره أمريكا، لكن قاعدة البابليك تشارج بتطبق عليكي. أتمنى إن أنت تكوني عندك يعني تاخدي استشارة الأول، تشوفي هل في مشاكل ممكن تحصل في البيتيشن بتاع مامتك، لكن يس تقدري تقدمي لها. أنا تزوجت في عام 2010، وفي كل مقابلة زوجتي تغير من أقوالها. أنا مش فاهم. أنا معي جرين كارد عن طريق لجوء، وزوجي كان معايا في الملف بس مش في أمريكا، وعملت له لم شمل وحضر إلى أمريكا من سنتين بس مقدم على الجرين، هل ده بأثر؟ وطلب منه شهادة الميلاد الأصلية وهو مش معاه بس مقدم على الجرين كارد. أوكي، الحل لو سمحت. أوكي، لو أنت قدمتي له ولم شمل عن طريق اللجوء بتاعك ومقدمش على الجرين كارد، لازم يقدم على الجرين كارد قبل ما أنت تحصلي على الجنسية. أوكي، وفي الجرين كارد بيطلبوا شهادة الميلاد، لكن بالنسبة علشان هو بيقدم على الجرين كارد عن طريق اللجوء، المفروض ان ديت ويفد، يعني ما يعني ينفع يقدم على الجرين كارد بدون شهادة الميلاد، لكن ممكن يكون الإثبات لشخصيته عن طريق مثلا الهوية الشخصية هنا في أمريكا أو الباسبور بتاعه أو حاجة زي كده. هل اللي لسه مستلم SSN Work Permit يقدر يقدم على Unemployment؟ لو كان هيبتدي يشتغل عمل وتم عرض عليه عمل لكن توقف بسبب الأحداث اللي موجودة ديت، ممكن يقدم على الـ unemployment. أوكي، أنا خارج أمريكا وحامل جرين كارد ورحت بلدي لا، ما ينفعش تقدم على الـ unemployment وأنت خارج أمريكا، لأن واحدة من الحاجات الشروط إن أنت لازم تكون ready and available to work، يعني لازم تكون قادر ومتاح ان انت تشتغل. فانت خارج امريكا متاح ان انت تشتغل ازاي؟ ده هيبقى فراد لو انت عملت ده، هيبقى غش. انا عندي جنسية امريكية وخطيبتي في العراق، كم تاخد اذا اسوي لها فيزا؟ تاخد حوالي سنة، يعني من 6 شهور لسنة. انا معي الجرين كارد بالقرعة وبدي اسحب الزوجة والاولاد، كم المدة وما هي الاوراق؟ وجميع الاولاد تحت سن 21 سنة. بدك تسحب الاوراق، معاك الجرين كارد بالقرعة، يعني انت جيت امريكا ممكن تعمل لهم فولو تو جوين. اوكي، مش عارف انت ايه البروسيس اللي انت فيها، ممكن تعمل لهم لم الشمل العادي. بتاخد حوالي، لو انت جرين كارد هولدر، سوري، لو انت جرين كارد هولدر بتجيب اولادك اللي تحت سن ال 21 هياخدوا حوالي سنة ونص. اوكي، ما هي الاوراق؟ اثبات العلاقة، شهادة الميلاد بتاعت الاولاد، شهادة الزواج، حاجات كتيرة. ممكن تقرأ الانستراكشنز اللي موجودة على موقع اليو اس اي اس في الاي 130. كم يحتاج وقت لم الشمل للزوج اذا زوجة معها جرين كارد؟ بياخد دلوقتي سنة، سنة ونص زي اليو اس سيتيزن.
هل الانيمبلويمنت ممكن يؤثر على معاملة زوجتي علما انها تنتظر موعد للمقابلة وشكرا؟ سؤال حلو. ممكن لو let's say ان السفارات فتحت اوكي وهتنتظر مقابلة، وفي خلال الانترفيو بتاع السفارة الموظف بتاع السفارة طلب منها اثبات ان زوجها اللي هو عامل لها سبونسرشيب، عامل لها الجرين كارد، اثبات ان هو شغال وهو معهوش اي اثبات ان هو شغال، ممكن يأثر على المعاملة من الناحية ديت. لكن لو انت بتاخد unemployment دلوقتي let's say ان الامور فتحت في امريكا وحصلت على الوظيفة بتاعتك تاني، او وظيفة يعني موجودة عندك وظيفة، في وقت المقابلة لو طلب منك proof of current employment او اثبات ان انت شغال، انت معاك الاثبات. بس بنتي عملوا لها مقابلة أولى وتنتظر المقابلة الثانية وهي مطلقة، أنا مش فاهم السؤال. متى تتوقع يفتحوا الإميجريشن؟ علم علمك، بس I think إن هو في نهاية شهر ماي، مش حتى في نهاية شهر 4، في نهاية شهر 5 ممكن، أو يعني بداية شهر جون ممكن يفتحوا. أنا بعمل income tax أنا ومراتي، income صغير ومراتي عاوزة مساعدات، وعندي امتحان الجنسية، هل في ضرر بالنسبة ليا في الورق ولا اعمل تاكس منفصل؟ ده افضل ليا، انا في نيويورك انا مخدتش اي معونة قبل كده، مش هيأثر عليك في الجنسية، تاخد المساعدات بتاعتك بدون اي مشكلة مادام انت ما بتقدمش اي معلومات مغلوطة في الابليكيشنز بتاعت المعونات. متى يمكنني تقديم الجواز بعد حصولي على الجرين كارد او موافقة اللجوء؟ بعد الحصول على الجرين كارد، يعني من التاريخ الموجود على الجرين كارد 5 سنين. مقدم على معاملة لم شمل من أمريكية داخل أمريكا من 7/7/2018، وكانت مقابلة شهر 7/2019، لحد الآن ما في رد. أنصحك إن أنت تعمل معاهم سيرفيس ريكوست، تحاول تدخل الكونجرس بيرسون بتاعك، تشوف إيه اللي مأخر الورق بتاعك. لو ما فيش حل والكيس بتاعتك outside of the normal processing time، يعني بعيد عن الوقت المعتاد ان هم ياخدوه علشان يبتوا في القضية بتاعتك، تقدر ان انت ترفع قضية في المحكمة الفيدرالية عليهم. السلام عليكم استاذ فادي، انا بقالي 5 سنوات معايا جرين كارد وعايش هنا في امريكا مع زوجتي واولادي، ولكن لطبيعة عملي في البحر خارج امريكا لم استكمل الفيزيكال ريزيدنس. اي ثينك انت بتقول فيزيكال بريزنس. اوكي، ممكن اقدم على الجنسية ولا هتترفض؟ لا، لو انت ما عايش في امريكا مع زوجتي واولادي طبيعة عملي. اوكي، لو انت مش موجود في امريكا المدة المطلوبة، سواء المدة اللي هي النص، ال5 سنين، 2.5 سنين كفيزيكال ريزيدنس، ولو انت مش موجود في امريكا بشكل مستمر اللي هو 6 شهور او اكتر كل سنة داخل امريكا، الابليكيشن بتاعك هيترفض. كم تاخد معاملة Alien Relative؟ نحن عايشين في أمريكا وقدمناها منذ سنوات، كم تاخد حتى تخلص؟ على حسب أنت بتقدمي لأنهي Relative أو أنهي قريب ليكي. أنا مقدمة أسايلم من 2016 والحال لا، ما في مقابلة ولا خبر، شو السبب إذا بتقدر تفيدني؟ في ناس كتيرة اتأخرت المقابلات بتاعتها، وللأسف هتضطري إن أنت تستني زي ما الناس دي كلها مستنية. أنا حاصل على موافقة من قضية لجوء، هل المساعدات مثل Food Stamp لها مدة محددة ب 8 شهور فقط، وهل ستؤثر على الجرين كارد؟ المفروض ان هو يديها لك لمدة 6-8 شهور، لكن بعد كده تقدر تقدم على المعونات كحد عادي موجود في امريكا بناء على الانكم بتاعك. اوكي، لكن هو المفروض ان هم بيدوها لك لمدة 8 شهور من الريفيجي اسيستنس بروجرام، بعد كده انت ممكن تقدم عليها وتحصل عليها من الكاونتي. اوكي، فدي انت المفروض ان انت تسأل فيها الايجنسي اللي بتدي لك المعونات. انا اشتغل سواء اوبر، عملت حادث سير شهر نوفمبر الماضي، هل استطيع التقدم بطلب مساعدات؟ لا. ليه؟ اول حاجة لان انت ما اثرش عليك مرض الكورونا في انك ما تحصلش على العمل بتاعك او ان انت تشتغل دلوقتي، ما فيش اي استثناء من الاستثناءات الجديدة اللي حطوها في القانون الجديد تنطبق عليك، فانت ما تقدرش انت تقدم على unemployment او المعونات. اوكي، لكن هتاخد ال 1200 دولار. مايك صديق، انا مش عارف انت بعت سؤال ايه علشان انط من عليه. انا عملت الانيمبلويمنت وجالي كل حاجه زيرو، رغم ان قال لي فيلد
انا مش فاهم يا بولس مع الكلام اللي انت بتقوله، لكن لو انت الانبلويمنت بتاعتك اترفضت ممكن تقدم تاني. زي ما قلت في بداية الحلقة، في بعض الولايات ما كانتش مستعدة للاكسبشنز ديت، فالاونلاين سيستم بتاعها والحاجات بتاعتها ما كانتش بتقدر تعمل بروسيسنج للابلكيشنز ديت. فالمفروض ان في خلال الاسابيع اللي جاية كل الولايات ديت هتقدر ان هي تشوف الريجيليشنز بتاعت اداره بتاعت الاي ار اس والحكومه الفيدراليه يعني، وتقدر ان هي تعمل الابلكيشنز بتاعتها بحيث ان انت تقدر تقدم كحد اندبندنت كونتراكتور، كحد مثلا اوبر او ليفت او سيلف امبلويد. منور ابراهيم، ايه الاخبار؟ مساء الخير. انا قدمت على الجرين كارد يوم 11/3 بعد موافقة اللجوء مكتب نبراسكا، وجالي جواب الاستلام. هل سيستمر الإجراءات في الطلب ولا الطلب هيقف لحين البصمة؟ هيقف لحين البصمة، لكن اللي هو انت خدتي دورك في الملف بتاعك، فبالتالي انت هتبقي أسرع من الناس اللي لسه مستنية علشان تقدم بعد ما المكاتب تفتح. مش عارف مستنية ليه، دايما انت تقدر تقدم وتعبي الطلب بتاعك ومعاك كل الدوكيمنتس المفروض تعملها في الابليكيشن بتاعك. واتفر الابليكيشن بتاعك ده ايه، قدمه وخد الدور بتاعك، ووقت ما هيفتحوا علشان يطلبوا منك يعني فينجر برينت او يطلبوا منك انترفيو هيطلبوا منك ده، لكن انت بتاخد دورك. الاستثناء الوحيد هو اللجوء، لانه بياخدوا الناس اللي بتنط اللاين. يعني كل ما انت تكون سابق اللاين كل ما انت يبقى عندك فرصة اكتر ان انت الابليكيشن بتاعك يتعمل له بروسيسنج او يتبت فيه بشكل اسرع. تعرضت لسطو مسلح في مكان عملي وقدمت الاميجريشن عن طريق محاميتي. السؤال بتاعك ناقص، اي ثينك ان انت بعتيه وانا مش شايف الجزء الاولاني بتاعه. امتى اقدر اقدم على السوشيال وورك بيرميت؟ انا لسه مقدمه لجو من 3/2020 وجالي بس الرسيد. بعد 150 يوم من التاريخ الموجود على الرسيد بتاعك. هل حاليا الامريكي الاميجريشن بعدها تشتغل ام متوقفه؟ شغاله كل حاجه بتقدمها عن طريق الميل، او كل حاجه بتقدمها عن طريق الاونلاين. يعني لو انت بتقدم ابلكيشن الجنسيه اونلاين، لو انت بتقدم ابلكيشن اي 130 اونلاين، اي حاجه بتقدمها اونلاين، اي حاجه بتقدمها عن طريق الميل بيستلموها ويبعتوا لك ريسيت نوتس، مفيش مشكله خالص. لكن اي حاجه بتتطلب انترفيو وقفوا الانترفيو، لكن الابلكيشن بتاعك مازال ان بروسس، ان يعني محطوط بحيث ان هو هيبت فيه او هيتحدد لك ميعاد بعد ما يتم فتح الاميجريشن علشان تاخد الانترفيوز الشخصيه. اذا ورقه العمل عم تاخد 6 اشهر لتخلص فيه، قدم تجديد ورقه العمل قبل 6 اشهر مش قبل 3 اشهر، لان رخصه السواقه مرتبطه بورقه العمل. قدمها بعد يعني في خلال 6 شهور، يعني مش 3 شهور. انت ممكن تقدمها قبل ما الورك بيرميت بتاعتك تنتهي ب6 شهور، تقدر تقدمها. بالنسبة لرخصة السواقة، حاول ان انت تطبع لهم الانستراكشنز الموجودة على موقع الاميجريشن، بتقول ان انت الورك بيرميت بتاعك اكستندت لمدة 6 شهور، فتقدر ان انت تجدد الرخصة بتاعتك حتى لو الورك بيرميت بتاعتك سوري تقدر ان انت تشتغل بشكل شرعي حتى لو الورك بيرميت بتاعتك pending والورك بيرميت القديمة بتاعتك expired، ما دام انت قدمت عليها قبل ما الورك بيرميت دي to expire. لكن للأسف تجديد الورك بيرم بتاخد 6 شهور. أنا فيزة السياحة بتاعتي تخلص أواخر يونيو، المفروض أقدم قبلها بقد إيه على اللجوء؟ وهل اللجوء والفترة دي هيتعطل زي ما حصل؟ قدم قبلها بشهر. يا سارة، ما أعرفش هيتعطل زي اللي حصل في 2013 أو لأ، دي حاجة يعني محدش يعرف. مرحبا استاذ فادي، قدمت لابني وعمره فوق 21 سنه واعزب، كم المده القانونيه يسمح له بالحضور؟ تاخد خمسه لسبع سنين على حسب انت جرين كارد هولدر ولا يو اس سيتيزن. انا بسمت من فتره للجنسيه وعندي رحلات ومش متاكده من صحتها، هل من ممكن تعرقل المقابله تبعي؟ انا فاهمك. انا انصحك ان انت تشوفي الرحلات بتاعتك ديت، ممكن تخشي على الاونلاين ويب سايت الاي 94، تحطي رقم الباسبور بتاعك، تحطي تاريخ الميلاد بتاعك الفيرست نيم واللاست نيم، وتقدري تشوفي من الترافل هيستوري بتاعك، تشوفي انت دخلتي وخرجتي امتى. اوكي، وتشوفي الباسبورات القديمه بتاعتك، لازم تجيبيها علشان ما يبقاش في غش يعني، او يعتبر الاوفيسر ان في غش. قدمت لم شمل لجوزي
اكتوبر 2018 وجالي الابروف ديسمبر 2019. اكتوبر 2018 وجالي الابروف ديسمبر 2018 19، وكل ده الملف في الناشونال فيزا سنتر. لغاية دلوقتي تفتكروا قدامنا قد ايه لغاية ما ياخد الفيزا؟ السفارة هتفضل، اتمنى ان انت تكوني قدمتي الملفات المطلوبة في الناشونال فيزا سنتر. لو انت قدمتيها واكسبتد الملفات ديت هيتحول على السفارة، وانت المفروض ان انت تعملي الانترفيو. دلوقتي السفارات قافلة، انا ما اعرفش هتقفل لغاية امتى. اعتقد كل سفارة هتبقى على حسب الدولة اللي فيها السفارة ديت. لو الدولة ديت الفيروس منتشر فيها بشكل كبير، الدولة ما زالت بتعاني، الموظفين بتوع السفارة هيبقى عندهم خوف ان هم يعملوا الانترفيوز ديت، فهيبقى في مشكلة اوكي من هم ما يعملوش الانترفيوز. لو سمحت، هل الكورونا يسهل حالات اللجوء اذا كان الاولاد مولودين هون واجوا الاهل زيارة مع الاولاد وصار وضع الكورونا وانحبسنا هون والاولاد صغار؟ لا طبعا، لان امريكا دلوقتي هي اكتر دولة فيها حالات كورونا. فتفتكر يعني اتس يعني كومن سنس، يعني امريكا هي اكتر دولة فيها حالات كورونا، اكتر دولة فيها حالات وفاة بسبب الكورونا. فالناس دلوقتي ممكن تعمل لجوء في دولة تانية بسبب الكورونا اللي موجودة في امريكا. فالكورونا مش هيسهل وضعك في حالات اللجوء. انت جاي على فيزا سياحة، قدم على تجديد الفيزا بتاعتك. اوكي، لو عندك سبب للجوء ممكن تقدم للجوء. السبب مش اللي هو ان في كورونا في امريكا او في كورونا في العالم. أستاذ أنا قدمت على الجنسية ورسبت، علشان اللغة كم مرة بصير أقدم؟ مرتين ولا عادي أكتر من مرتين؟ مرتين المفروض. أنت بتعمل لك ريسكادجولينج مرة كمان، وبعد كده بتقدر تقدم على ال يعني الري هيرينج، أو إن أنت يعيدوا استماعك تاني على الأبلكيشن ال N336. لو أنت اترفضت بسبب اللغة في المرتين دول وعملت أو مش عاوز تعمل حتى الري هيرينج، ممكن تقدم تاني. بس كل مرة أنت بتقدم فيها هيبقى فيه يعني هيبقى في تدقيق في الملف بتاعك، ان انت اوريدي رسبت عشان اللغه. فممكن الاوفيسر يعني يدقق في الموضوع ده اكتر معاك. فلازم تتعلم وتحاول تدخل وتنجح. هل استفاده من اعانه البطاله تؤثر على جلب الزوج او الزوجه؟ لا، لكن let's say ان في عندك معامله pending وهتضطري في مرحله ان انت تقدمي اثبات ان انت currently employed كحد عمل sponsor للشخص ده، وانت ما عندكيش ده لانك على البطاله. ممكن تاثر من الناحيه ديت، لكن let's say ان انت اخدتي ال unemployment دلوقتي او اعانه البطاله دلوقتي، وبعد كده في المستقبل رجعتي الشغل التاني او حصلتي عمل تاني، مش هيأثر من الناحيه ديت. سؤال: انا معايا الجرين كارد، انا واسرتي من 5 سنوات عايش هنا بس اعمل في البحر خارج الولايات المتحده في شركه غير امريكيه، دافع ضرائب مصرفي جميع الشغل ما عدا الفيزيكال بريزنس. لا، مش ينفعش انت تقدم على الجنسيه. انا جالي ابروف على اسايلم كيس بتاعتي من 18 شهر، من 8 شهور، ولسه ما عملتش ابلاي على جرين كارد لحد الان، في مشكله وبتستغرق وقت قد ايه؟ انت المفروض بتقدم بعد سنه من الفيزيكال ريزيدنس بتاعك، او من ان انت تكون قاعد في امريكا لمده سنه، تقدر تقدم على الجرين كارد بتاعك. مفيش مشكله حتى لو الفتره دي طولت، مش هيبقى في مشكله. بتستخرج وقت لو انت في كاليفورنيا او في واحده من الولايات بتاعت الويست كوست، ممكن تاخد منك من 4 شهور ل6 شهور. لو انت في ولايات الايست كوست ممكن تاخد اكتر من سنه. They asked for a beneficiary birth certificate in English or language of the country of interview, so it's okay to send it in Arabic. لازم تبعتيها بالعربي وتعملي معاها الترجمة بتاعتها، يعني يكون في ترجمة certified مع الموضوع ده. هل يمكن لزوجي الحاصل على الجنسية وعمره 70 سنة؟ اوكي، كده هيبتدي ان هو يروح. اوكي، انا معايا الورك بيرميت وحاولت اقدم على السوشيال لكن المكاتب مغلقة وانا مش عارفه اعمل ايه. حاولي تتصلي بيهم لو في بروسس ممكن يعملوها بحيث ان انت تقدمي على السوشيال من دون ما يكون في انت لازم تروح المكتب. لو ما فيش يبقى ما فيش حاجه اللي انت تنتظري. استاذ الكريم، انا دخلت امريكا
فيزة خطيب واتجوزت داخل أمريكا، وبعت الملف، معدت الملف وراجع تاني علشان الفلوس، وأنا داخل أمريكا أكتر من 6 شهور، هل في مسؤولية بعدم التأخير عليه؟ مع الشكر الجزير. أوكي، لو أنت اتجوزت في خلال 90 يوم من دخولك على فيزة الخطوبة مفيش مشكلة، لكن لو اتجوزت بعد مدة ال3 شهور هتضطر تعمل الـ I-130 تاني، يعني بدل ما تبعت بس ابلكيشن الجرين كارد. متى تفتح السفارات؟ معرفش، علم علمك. انا نجحت في الامتحان الجنسية ولسه ما بعتولي السيريموني، اصبح اكتر من 5 شهور، امتى اكتر مدة تتأخر؟ اوكي، انت بقالك 5 شهور مستني السيريموني، في مشكلة. المفروض ان انت بعد ما يجي لك ما تمتحن الجنسيه المفروض السيرموني تعمل لها سكيدجولينج بعدها على طول، لكن دلوقتي ما فيش اصلا سيرموني، يعني ما فيش اي حلف اليمين خالص في اي حته في امريكا، فبالتالي انت هتستنى، لكن كون ان انت استنيت قبلها مده اكتر من 5 شهور ممكن يكون في مشكله. اوكي، فاتمنى ان انت تشوف الملف بتاعك ايه اللي مأخره. I applied for asylum 6 years ago and I didn't interview. I didn't interview till now. Why? ناس كتير قدمت من فترة طويلة وما جالهاش انترفيو. لو انت بتتكلم من 6 سنين، يعني انت في 2014، حاول ان انت يعني تتواصل مع مكتب اللجوء، تتواصل مع الكونجرسمان او الكونجرس بيرسون بتاعك. لو في اسباب انسانية ممكن ان انت تسرعه لانك مستني بقالك فترة طويلة، لكن في ناس كتيرة مستنية زيك. مساء الخير، أنا في فلوريدا وعملت قضية من شهر 10 2017، وحتى الآن لم يتحدد ميعاد للمقابلة. متى يمكن تحديد ميعاد، ومتى يتم صرف معونة الـ1200 دولار، وكم تستغرق فترة تستغرقها لصرف معونات البطولة، أي كم يوم من تاريخ تقديم الطلب؟ أوكي، أول حاجة بالنسبة ليك للانترفيوز، محدش يعرف هيتعمل لك سكيدجول الانترفيو بتاع اللجوء إمتى، لأن في ناس كتيرة زيك كده مستنيين، فللأسف هتضطر تستنى. المعونه بتاعه ال 1200 دولار قلنا يا جماعه ان هي هيبتدوا ان هم يبعتوها على الاكونتس بتاعتكم اللي انتوا حاطينها في الضرايب في خلال اسبوع، يعني اسبوع، اديلها اسبوع اسبوعين، على نهايه ابريل كل حاجه هتكون موجوده بخصوص ال 1200 دولار دول لو هم معاهم البنك اكونت انفورميشن بتاعتك. لو انت قدمت، بمعنى ان انت، هل انت عملت الطلب الجديد اللي عاملينه ده، انت ما عملتش تاكسس في 2019 او 2018، حضرتك برضو نفس الكلام ينطبق عليك. لو انت كنت بتاخد الريفاند بتاعك بتاع التاكس ريتيرن عن طريق الشيك، المفروض ان انت تعمل ريجستريشن لما يفتحوا حته الريجستريشن في موقع الاي ار اس، ان انت تحط الانفورميشن بتاعت البنك اكاونت بتاعك، وده هيتم في يوم 15 ابريل، هيفتحوا الموضوع ده يوم 15 ابريل. اهلا وسهلا، انا كان عندي موعد مقابله للجرين كارد يوم 20 مارس وتم تاجيله نظرا للظروف الحاليه. السؤال، هل بعد رجوع الامور الى وضعها الطبيعي ستكون لي الاسبقيه في جدول المواعيد، ام سيكون هناك تاخير؟ لا، سيكون لك الاولويه. اي حد كان عنده انترفيو سواء كان جرين كارد او جنسيه او لجوء واتعمل له انترفيو، لكن بسبب الفتره ديت اتعمل له ريسكادجولينج، هيكون له اولويه اول ما المكاتب دي تفتح. اوكي، لانك اوريدي انت في اللاين واخدت الانترفيو، لكن عملوا له ريسكادجولينج بسبب الحاجات ديت، اول ناس هيجي لهم الانترفيو هم انتوا. كم تكلفه الحصول على الجنسيه للاطفال؟ مش فاهم، تدفع الفيز اللي موجوده اونلاين، لو انت هتدفعها ممكن تعمل في ويفر لو هم يعني الانكم بتاعك قليل، او بتستلموا معونات. انا مهاجر يمني، عملت مقابله انترفيو وجاني الرد ايجابي وحصلت على الاوراق، اريد الحصول على اوراق العمل بس لم اقوم بتقديم ابلكيشن الاسايلم للمحكمه. مروان، السؤال بتاعك مش واضح، يعني انت قدمت، انت بتقول عملت مقابله انترفيو، لو عملت مقابله الانترفيو في مكتب اللجوء اوكي، وبعدين انت تحولت محكمه، الفتره اللي انت فيها القضيه بتاعتك pending سواء كان في مكتب اللجوء او علشان يجي لك، علشان يجي لك الماستر هيرنج بتاع المحكمه، محسوبه من ضمن مده ال 150 يوم. انت لما لو انت في المحكمه، انا مش فاهم يعني ايه قدمت ابلكيشن اصلا من المحكمه، اوريدي لو انت قدمته في مكتب اللجوء بيتحول للمحكمه. لو انت في المحكمه ممكن تتصل على ال 800 نمبر وتقدر ان انت تشوف
الاسايلم كلوك بتاعتك او الورك بيرميت كلوك في اي ثينك اللي هي رقم 3 او 4، تقدر ان انت تعرف مر قد ايه ايام على ابلكيشن اللجوء بتاعك، وبالتالي تعرف تقدم على اللجوء ولا لا. سوري، تقدم على الورك بيرميت ولا لا. مقدمين لجوء ولدينا السوشيال سيكيورتي، ولكن لم تتم مقابلة اللجوء حتى الآن، وزوجتي تريد السفر إلى بلدها لزيارة والديها كبار السن، مع العلم بأن زوجتي من بلد غير بلدي، هل يمكن لها ذلك؟ أوكي، تقدر إن هي تقدم على advance parole لو في سبب، وتحاول إن هي تروح. أتمنى إن هما يوافقوا عليه، لازم يكون في سبب قهري، وتوثقوا وتقدم على advance parole وبالتوفيق. لكن ما ينفعش تقدم، ما ينفعش تروح بدون ما يكون في يعني ادفانس برو، لان لو راحت وما عندهاش الكلام ده مش هتعرف ترجع تاني. رد على سؤال استاذ فادي، انا قدمت على الجنسيه ومش متاكد من تواريخ الرحلات. غزاله، انا جاوبت على السؤال بتاعك وقلت لك اتمنى ان انت تخشي اونلاين على الاي 94 ويب سايت، تجيبي الترافل هيستوري بتاعك، وتقدري عن طريقه ان انت تعرفي بالظبط المواعيد بتاعتك ويعني تاريخ الخروج والدخول بتاعك، وتقدري ان انت تصلحيهم في وقت المقابله بتاعه الجنسيه. اوكي، لو انت مش معاكي ممكن تدوري في الباسبور بتاع في الباسبورز بتوعك، وتقدري تعرفي عن طريقه، لكن تقدري تصلحي الكلام ده وقت الانترفيو بتاع الجنسيه. شعبان، مساء الخير. ممكن اقدم على الجرين كارد عن طريق الزواج، مع العلم اني باخد ميديكال، فهل الميديكال اسيس هيأثر على الحصول على الجرين كارد؟ يعني انت بتاخدي ميديكال ازاي؟ وممكن تقدمي على الجرين كارد لو بتاخدي ميديكال دلوقتي، ديبيندز الميديكال بتاعك ده بتاخديه على انهي اوثوريتي. ممكن يأثر. اوكي، اتمنى ان انت تحطي تفاصيل اكتر او تستشيري محامي في الموضوع ده. ممكن تعملي ده عن طريق تبعتي رسالة خاصة ليه. قدمت لوالدتي الجرين كارد وقبلوا كل الاوراق ما عدا شهاده الميلاد وقسيمه الجواز بيرفضوها، مع العلم ان انا مطلعها من وزاره العدل والصحه في مصر. ممكن اعرف السبب؟ ايه السبب اللي حطوه لك في المسجز بتاع انت بتتكلم على الان في سي؟ لو انت في مرحله الناشونال فيزا سنتر تدخل على المسجز وتشوف الاسباب اللي هم حاطينها يرفضوا ليها قسيمه الجواز وشهاده الميلاد. اوكي، ولازم تكون شهاده الميلاد مترجمه، ولازم تكون certified translation، وليهم طرق معينة في السكان، لازم تكون سكاند اب يعني محطوطة بشكل سكان، مش محطوطة لتحت. حاجات كتيرة قوي تكنيكال شوية في الناشونال فيزا سنتر، هيرفضوا حاجات كتيرة لو انت مش عارف تعملها كويس. شوف السبب الاول وبعد كده اعرف السبب. اوكي، سوري. اوكي، سؤال. I've been living in the US for 10 years and I'm trying to apply for citizenship pretty soon, but I had DUI in 2012 and it has been dismissed because I take a diversion classes. Do the DUI affect my citizenship file? لو انت ما حصلكش اي ارست في الفترة اللي فاتت ديت وفي 5 سنين good moral character, it should not affect you. Okay. بس اتمنى ان انت تعمل كونسلتيشن معايا قبل ما تقدم، just to be safe. قضية فراد والمشتكي تنازل عن القضية، هل تؤثر على الجنسية؟ على حسب الفراد ده ايه بقى، اكتر من 10,000 دولار، وايه اللي حصل بالظبط؟ يعني اتمنى ان انت برضو الاسئلة دي تعتبر فيج، اسئلة يعني غامضة، في تفاصيل كتيرة قوي لازم اعرفها كمحامي علشان ادي لك جواب. ها معايا سوشيال سيكيورتي ورك بيرميت من ريكومندد ابروفال، هل ممكن اقدم على الفول ميديكال؟ جود كويشن، انت ممكن تسالي فيها المكتب بتاع بتاع المعونات، واي ثينك ان هم هيدوا لك الفول ميديكال، بس انت كريكومندد ابروفال ستيل مش من حقك ان انت تحصلي على المعونات، لان انت مش فاينل ابروفال. اوكي، لو حد جاي سياحة وعمل لجوء بس المحاكم معطلة بسبب الفيروس، ليس له أي مساعدة؟ ليس له أي مساعدة لو جاي دلوقتي، لو هو هيقدم دلوقتي على اللجوء. أوكي، لو سمحت قدمت تجديد إذن العمل في ديسمبر 20 2019. أوكي، أنا واخد مقابلة موافقة لجوء 12 ألف.
18 وباخد مساعدات اجتماعية، هل ده يعمل لي مشاكل عند التقديم على الجرين كارد؟ وكم ياخد من الوقت؟ وهل يوجد مقابلة؟ مش هيعمل لك مشاكل. والجرين كارد انا اتكلمت بياخد وقت قد ايه، وما يبقاش في مقابلة في كل الحاجات، في معظم الحالات. سوري. امتى يجي الجديد؟ استاذ فادي الله يوفقك، سؤالي: تاريخ ميلادي في الجواز مختلف عن شهادة الميلاد، هل هناك اي اشكالية في ذلك لان مقدم لجوء؟ في اشكالية طبعا، لان مين انهي فيهم الصح، شهادة الميلاد ولا الـ الجواز السفر بتاعك؟ دي حاجة انا عاوز اعرف ايه السبب، لان ساعات انا مش عارف انت منين، انا مش عارف لو انت من دول عربية معينة بيبقى فيها يعني اوراق كتيره مش مظبوطه. كم مده الرد اللي يجي من الاميجريشن بعد مقابله اللجوء؟ كم بتاخد وكم اقصى حاجه من الاشهر؟ مفيش اي حد، مفيش حاجه اقصى، حد اقصى ان انت تاخد القرار على حسب حاجات كتيره قوي. ممكن يكون بيعملوا باك جراوند تشيك، ممكن يكون في كومبليكيتد ايشوز في الكيس بتاعتك، ممكن يكون لازم يتم الموافقة عليها من المكتب الرئيسي في واشنطن دي سي، حاجات كتيرة قوي بتسبب ان الملف بتاعك يقف وما يدوش قرار بعد فترة معينة. اوكي، خصوصا لما يكون من بعض الدول المعينة، ولما يكون في حاجات في الكيس بتاعتك بتضطرهم ان هم يعملوا اكستندد باك جراوند تشيك عليك. دخلنا المقابلة الخاصة بالاسايلم يوم 11 مارس الماضي، واحضرنا الاوفيسر بعد 3 اسابيع. جاوبت على السؤال ده يا مايكل، ان هو ممكن يقول لك تعالى بقى هندي لك القرار بعد 3 اسابيع وما يديلكش القرار. والكورونا فيروس افكت اور كوزد ا ديلي ان ذا ريزلتس اوف ا جرين كارد لوتري؟ نو، اي دونت ثينك اتس غانا افكت ذا جرين كارد لوتري ريزلتس، شود بي از از. يعطيك العافيه استاذ، انا ست وكسبت قضيه اللجوء وقدمت للجرين كارد لجوء انساني، كم شهر تتوقع بيوصلني الجرين كارد؟ وهل ممكن اعمل لم شمل اولاد الغير المتزوجين اللي اعمارهم فوق 21 سنه؟ بياخد وقت قد ايه؟ انا اتكلمت عليه في الفيديو، حاول ان انت تشوفيه. بالنسبه للم شمل الادوال غير المتزوجين اللي اعمارهم فوق ال 21 سنه، لو كانوا انكلودد وهم تحت ال 21 سنه، كان ممكن تعمل لهم لم شمل، كانوا انكلودد في الابلكيشن، حاططهم في الابلكيشن بتاعك. لكن لو هم لم شمل عن طريق اللجوء، لكن لو هم كانوا اكتر من 21 سنه وقت ما قدمتي على اللجوء، مش هتقدري ان انت تجيبيهم عن طريق اللجوء، لازم تستني لما تاخدي الجرين كارد وبعدين كده تقدمي لهم. I am an American citizen. My husband on deportation and he's in supervision. We have 4 American citizen children under 18. What we can do to reapply for him to get a green card? Okay. ايه السبب بتاع الديبورتيشن بتوعه؟ يعني هل هي حاجات معينه، جرائم، جريمه معينه زي aggravated felony؟ في حاجات بتخليه ان هو غير صالح ان هو يحصل على الجرين كارد تاني. فده اكيد ان انت تواصلتي مع محامي وكان معاك محامي في مراحل الديبورتيشن. اتمنى ان انت تتواصلي مع محامي تاني لو عاوزه تعملي سكند اوبينيون. اوكي، لكن الفاكتس اللي انت بتديها لي ديت ما تديش، ما فيش اجابه اقدر اديها لك بالفاكتس ديت، لازم تفاصيل كبيره جدا عشان اعرف ايه سبب الترحيل الاولاني او ايه سبب امر الترحيل الاولاني، وبعد كده اقدر اقول لك هل يقدر يقدم على الجرين كارد تاني ولا لا. لو سمحت، اثناء ملي استماره unemployment عندي، عملت عندي باشلر بس انا عندي معترف بيه في بلدي وليس امريكا، هل ده يعتبر غش؟ ولو نعم ماذا يجب علي فعله؟ اعتقد، لا اعتقد ان ده غش، لا اعتقد. I'm sorry. اوكي. انا في كاليفورنيا وارسلت ورق الجرين كارد المطلوبه وردوا عليا بوصول الاوراق. سمعت ان التطعيمات قبل التقديم من اصحابي في تكساس، انا ارسلت الاوراق من غير التطعيمات، النظام هنا ايه؟ اوكي، لا تقدري ان انت تستني وبعد كده هم يعملوا ريكوست فور ايفيدنس او طلب ادله زياده، يطلبوا منك الفورم الميديكال وبعد كده يبعتوها لك. فمش لازم ان انت مش لازم ان انت تبعتيها مع الورق، ممكن هم يعملوا لك ريكوست فور ايفيدنس وتبعتيها انت بعدين. قدمت لزوجتي قبل 5 شهور، ما يعطوني اي موعد، فكم المده ماذا يمكن ان اعمل؟ برضو نفس الكلام اتكلمنا عليه في اللايف ده كتير قوي. انا بشتغل عن طريق شركه توظيف،
وخلصت مدة وما قدرت أدبر شغل، بروح على unemployment. أنا مش فاهم يعني إيه شغال عن طريق شركة التوظيف، وإيه السبب اللي أنت وقفت عنه الشغل. أتمنى إن أنت تشوف الفيديو بتاعي، جاوبت في مرة عن الأسباب اللي ممكن تحصل عليها على unemployment أو تقدم فيها على unemployment بناء على الأوضاع الحالية. لو أنت بتتكلم على إنك كنت شغال وقفت الشغل بسبب الكورونا، او يعني هما وقفوا لك الشغل بسبب الكورونا، انت كنت independent contractor وما عادش في شغل بسبب الكورونا، او ساعتك قلت بسبب الكورونا، تقدر تقدم على unemployment. لكن let's say ان انت بقالك فترة طويلة جدا unemployed وعايز دلوقتي تقدم على unemployment، مش هينفع. انا عندي فيزا سياحية تخلص بماي 5، شو الاجراءات؟ بقدر اعمل تمديد حاليا؟ يس، اعملي تمديد على فورم اسمها I-539. مرحبا استاذ، انا قدمت على الجنسيه ورسبت عشان اللغه والسبب، بس انا جاوبتك على كل الاسئله الهيستوري اللي هم 6 ونجحت في القراءه والكتابه، بس الضابط اللي قبلني رسبني على على السبيك السبيك اوكي. وكمان حكالي بعد 3 شهور بنبعت لك فبراير، وصار الي تقريبا 3. مفيش مقابلات دلوقتي يا محمود، فهتضطر ان انت تستنى لغايه ما يفتحوا المكاتب تاني وهيبعتوا لك انترفيو نوتس تاني. يسعد مساك يا خالد. في صديقة لي عايشة في إيطاليا وتريد أن تأتي أمريكا تعمل لجوء، هل هو متاح آمن من القادمين من هذه البلد، مع العلم أنها مصرية؟ لو عندها جنسية إيطالية أو إقامة دائمة في إيطاليا، صعب جدا 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 إن لم يكن مستحيل. أنا قضيتي اتقبلت، هل ينفع أضيف مراتي الساكنة في مصر؟ أنا قضيتي اتقبلت، هل ينفع أضيف مراتي الساكنة في مصر؟ قضية ايه؟ قضية لجوء. وانت ما ضفتهاش اوريدي في الابليكيشن، ما ذكرتهاش في الابليكيشن بتاعك، دي مشكلة. لكن لو قضيتك اتقبلت وانت كنت حاططها في الابليكيشن بتاعك، ينفع ان انت تعمل لها دلوقتي على الاي 730 وتجيبها، لو انت بتتكلم على قضية لجوء يعني، وتجيبها امريكا. هل فعلا بقى الوقت اللم الشمل للجرين كارد بياخد نفس المدة زي لم الشمل للجنسية؟ يس. هل ده يستمر او مؤقت؟ كل شهر الديبارتمنت اوف ستيت بتطلع فيزا بوليتن جديد تقدر تشوفه وتشوف هل ده يستمر في المستقبل ولا لا. انا هحاول ان انا اعمل لكم فيديو مفصل عن الموضوع ده، ازاي تقراوا الفيزا بوليتن علشان انتوا تبقوا فاهمين الموضوع بدون ما تحتاجوا ان انتوا تسالوا محامي او تسالوا حد امتى لم الشمل للاسره، امتى لم الشمل لاخويا، انا قدمت في يوم كذا، انا قدمت في يوم كذا. هعمل لكم فيديو على الصفحه بتاعتي لكل اللي بيسمعوني، هيبقى موجود ان شاء الله في خلال الاسبوع الجاي، بخصوص لم الشمل بالتحديد وازاي تقرا الفيزا بوليتن. انا حصلت على موافقه للجوء في يناير 2019 اوكي، وكان المفروض اعمل بصمه للجرين كارد بتاعي 31 مارس 2020 واسرتي في مصر، اعمل لهم ورق علشان يحصلوني. ممكن اقدم على مساعده ماليه او فود ستامب؟ هل ممكن تاثر على وصول عيلتي او الجرين كارد بتاعي؟ لا، مش هتاثر عليك خالص اوكي، لانك حاصل على اللجوء ولا محتاج سبونسر ولا محتاج اي حاجه لاسرتك ولا محتاج اي حاجه من الحاجات دي بالنسبه للجرين كارد بتاعك، يعني انت تقدر تحصل على المعاناه بدون مشكله. انا قدمت الاي 751 وجالي الريسيت ب 18 شهر من سبتمبر 2018 وانتهت ولسه ما جاش الجرين كارد جديد، ازاي اعمل اكستنشن عشان اجدد الدرايفر لايسنس؟ لازم تاخد ميعاد مع اداره الهجره وتاخد ستامب على الباسبورت بتاعك يجدده لك لمده سنه او وات ايفر هيجددوا لك مده قد ايه، بس انت اوريدي مش لازم تستنى لغايه ما الاي 751 يتوافق عليه، ممكن تقدم على الجنسيه دلوقتي اوكي. فدي حاجه، دي معلومه لو انت مش عارفها، مش لازم تستنى للموافقه على الاي 751. لو انت كملت مده الثلاث سنين متزوج المواطنه الامريكيه بتاعتك، تقدر تقدم على الجنسيه. انا بدات اشتغل بشهر 12 2019 وبدايه 2020 وحصلت على الدبليو 2، ما كانش اشتغلت فيها، اقدم على تاكس 2019 هذه السنه علما ان هم اشتغلوا من قبل خالص في اي مكان اوكي. لو انت الانكم بتاعك اقل من الحد المعين، يو نوت ريكوايرد ان انت تفايل التاكسز بتاعت 2019. بالنسبه بقى هل تقدم في 2000، هل تقدم بالانكم اللي عندك ده حتى لو انت يو نوت ريكوايرد؟ ات ديبيندز. هل انت معاك، كان معاك جرين كارد في 2019، كنت ريزيدنت الين في 2019، وريزيدنت الين دي ليها معنى في الضرايب، انا شرحته في بدايه الفيديو، يا ريت يا سما تتفرجي عليه تاني. لو عملت خطا اثناء ملء استمارات معونات البطاله كيف اصلحه؟ تتصل بيهم.
للاسف هتستنى وتتصل بيهم. ما اعرفش اذا كان ممكن على حسب الولايه بتاعتك ممكن يكون في اوبشن ان انت تعمل الايديت ده اونلاين او ان انت تكلمهم في التليفون. دي حاجه مضطر ان انت تدور فيها بنفسك في الولايه اللي انت فيها. قدمت على الجنسيه بس كنت موجود بره اكثر من 6 شهور مرتين لعمليه جراحيه او وقدمت ما يثبت وقت التقديم، الورق اتقبل وعملت البصمات، مستني المقابله ان شاء الله. هل عندي مشكله في المقابله ولا طالما اتقبل يبقى تمام كده؟ لا تمام، طالما اتقبل مش تمام كده. ممكن في وقت المقابله الافضل يسالك، ولو اقتنع ان الظروف ديت كانت يعني قهريه ممكن يديلك الجنسيه. لكن هم متشددين جدا 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 في حته لو انت قعدت مدة أطول من 6 شهور إن هي بتكسر الـ continuous residence بتاعتك أو الإقامة المستمرة، وبالتالي ما يدلكش الـ green card بتاعك. أوكي؟ سوري، ما يدلكش الجنسية بتاعتك، ما يدلكش الموافقة على الجنسية بتاعتك. أنا مقيم أمريكا معايا F2 جيت قبول دراسة، بقدر أحول الفيزا لـ F1 من هون أمريكا بدون ما أروح للسفارة دلوقتي؟ ممكن. أوكي؟ F2 لـ F1 ممكن تعمل التحويل. بس it's very complicated. It's very complicated. ولكن لو انت عملت ال change of status جوه امريكا مش هتقدر ان انت تطلع وترجع على الفيزا بتاعتك. اوكي؟ okay؟ لان لازم يكون في فيزا ستامب على الباسبور علشان ترجع وتطلع. فونس ان انت طلعتي هتضطر ان انت تروح السفاره تاني وتعملي الفيزا بتاعت الاف 1 من السفاره. ما قدمت على التاكس بالمره للسنتين اللي معايا جرين كارد، هل يؤثر على الجنسيه لو انت ما يور نوت ريكوايرد؟ انت ما كانش معايا جرين كارد، ما قدمت على الكارد مره السنتين اللي فاتوا معايا جرين كارد، هل يؤثر على الجنسيه لو انت ما كنتش مطالب ان انت تفايل التاكس بتاعتك في السنتين دول؟ مش هيأثر على الجنسيه. لو انت كنت مطالب وما رفعتش التاكس بتاعتك مشكله، لازم تروح لمحاسب يعمل لك الضرايب بتاعتك. انا اردني عامل معامله لجوء من 5 سنوات، سمعت ان في حاجه اسمها ملء استمارة للجنسيه، مع العلم ان ما عنديش جرين كارد ومحكمتي فاضل لها وقت طويل. لا مفيش الكلام ده. اهلا اسامه. ملف الاسايلم موافق عليه من شهر ابريل 2019، تحصلنا على اس اس ان والحمد لله احنا شغالين من وقت كم يستغرق طريق المقابله عندنا جرين كارد. بتقدمي على جرين كارد في ابريل 2020. اوكي؟ فبالتالي انت هتستني شويه وبعد كده تقدمي. كل سنه وانت طيب يا فيلو. مساء الخير، لو حصل خطا قلت ايه؟ اوكي. لا انا جاوبتك على السؤال ده. انا الجرين كارد بتاعي اكسباير خارج البلد، شو اعمل؟ يا محمد، الجرين كارد بتاعك لو اكسباير وانت خارج البلد في فورمه بتملاها اسمها I-131A. اوكي؟ تقدر ان انت تملاها لو انت خارج البلد ديت اقل من مدة سنة، تقدر تقدم على الفورمة ديت. اوكي؟ خارج امريكا يعني مدة اقل من السنة تقدر تملى الفورمة ديت، وعن طريقها تقدر ان انت تدخل او تقدر ان انت تحجز طيران ويدخلوك الطيران ده حتى لو انت مش معاك الجرين كارد نفسه. طب هل في اثباتات للناس اللي كانت هتشتغل لكن ما قدرتش من الوباء لتقدم على unemployment؟ يس، لو كان في offer of employment لازم يكون في عرض طلب، ولازم تثبت التاريخ بتاعه وحاجات كتيره طبعا على حسب الستيت هتقتنع بايه. لو في حاجه فعلا كنت هت يعني كنت هتحضريها او كنت سوري كنت هت هتبدايها كشغل وما بداتيهاش بسبب الوباء بتاع الكورونا، يس تقدر تقدمي على unemployment وهيطلبوا منك اثباتات بالتاكيد. اوكي؟ لازم يكون عندك اثبات. انا لاجئه هذه السنه الرابعه وعندي جرين كارد وقدمت لم شمل لزوجي وتاخرت معاملته صار 3 سنوات. اوكي؟ علما وافقوا عليه 73 I-730. الورقه اللي وصلت لنا وطلبوا معلومات ل5 سنوات وعبيناها لكن لم ياتي الرد. انا مش فاهم انت في انهي مرحله، ومرحله السفاره لازم يكون في انترفيو ومفيش انترفيوز دلوقتي في السفارات لان السفارات كلها قافله. اوكي؟ انا معايا جنسيه بدي اقدم لاولادي فوق عمرهم فوق 21 سنه، سهله ولا صعبه؟ سهله بس بتاخد وقت طويل. سلام، انا لم السلام عليكم، انا لم احصل على جرين كارد، هل ممكن استفيد مساعده الحكومه؟
لو انت وضعك قانوني في البلد ومعاكي سوشيال سيكيورتي نمبر اوكي و ورك بيرميت طبعا، وكنت بتشتغلي وقفتي معونات قدرتي تقدمي على الانيمبلويمنت، لو انت كنت مقدمه الضرايب بتاعت 2018 او 2019 وبرضه معاكي السوشيال سيكيورتي نمبر الفاليد فور ورك، تقدري ان انت تحصلي على المعونه بتاعت ال 1200 دولار، لكن غير كده مفيش. لو سمح لو انت قاعده يعني لو قاعده هنا بشكل غير قانوني مفيش اي مساعده ليكي. لو سمحت كيف اصلح؟ اوكي انت سالت السؤال ده اكتر من مره. سؤالي قدمت على الانيمبلويمنت وقبلوني، بس المشكله ان كنت باخد قبل كده ومعايا جرين كارد، بس المشكله الفلوس ما نزلتش غيرت الكارت القديم وغيرت الحساب على البنك بتاعي، بس الفلوس مش عارفه وما نزلتش في اي حساب ومش عارفه اعمل ايه، اخد الفلوس وشكرا. اوكي حضرتك ساعات دلوقتي في تاخير في بعض الاشخاص ان هم يحصلوا على المعونات المطلوب، سوري يحصلوا على الانيمبلويمنت، في تاخير ان هم يحطوا الفلوس، في تاخير ان هم يعملوا بروسيسنج للابلكيشنز بتاعت الانيمبلويمنت. ممكن تتصل بيهم بدام قبلوا الملف بتاعك وستيل ان بروسيس، يعني هوبفلي تخشي اونلاين لو الولايه اللي انت فيها قدمت فيها اونلاين وتشوفي البنفيتس بتاعتك اتعمل لها ديبوزيت ولا لا. للاسف لو ما عملوهاش بروسيسنج هتضطري تستني شويه. انا مقدمه الجو من 2015 ولسه ما فيش مقابله او معاد، ولكن بشتغل مدرسه بمدرسه خاصه من يوم ما اخدت تصريح العمل بشكل متواصل ودوام كامل، لكن توقفت المدرسة عن العمل من أول شهر مارس أوكي، وقدمت على الانيمبلمنت من ساعتها لغاية دلوقتي مفيش رد. أنا في كاليفورنيا. ممكن يكون في مشكلة في اللي هما يعملوا بروسيسنج الابليكيشن بتاعك بسبب الأعداد المهولة اللي بتقدم. استني وإن شاء الله يتم البت في النظر بتاع الابليكيشن بتاعك وتاخدي الانيمبلمنت بأثر رجعي أوكي، فما تقلقيش من الموضوع ده. انا بشتغل شركه عن طريق شركه توظيف بعد انتهاء فتره توظيفي، وبسبب كورونا لم اعمل. هل استفيد من unemployment؟ يس yes. تقدر تقدم على unemployment، ف تشيك الموقع اللي انت بتقدر تقدم عليه عن طريقه في الولايه بتاعتك وقدم، ما دام انت الوقف بتاعك بسبب الكورونا تقدر انت تقدر انت تقدم وتحصل على unemployment. انا في مصر وخطيبتي في نيوجيرسي معاها الجنسيه، وكانت هتقدم لي على K1 فيانسي فيزا، بس حاليا فقدت شغلها بسبب كوفيد 19 وقدمت على unemployment وهي بدون دخل حاليا. لسه تقدر تقدم لي على الفيزا؟ تقدر تقدم. انت الوقت البدايه ان انت بتقدم على unemployment في الفتره ديت مفيش مشكله. هي ممكن تبقى مشكله لو وقت الانترفيو بتاع السفاره اوكي، واللي هو ممكن ياخد حوالي سنه او يعني من 6 شهور لسنه، هي still unemployed، لكن دلوقتي هي unemployed بسبب الظروف الموجودة، لكن الوضع ده مش هيستمر كتير، يعني إن شاء الله مش هيستمر كتير، فتقدر تقدم لك على الطلب بتاع الفرنسي فيزا وتستنى لغاية ما يتم الموافقة عليه، وبعدين تروح السفارة، وقت السفارة إن شاء الله يكون عندها دخل ويكون لقت شغل تاني. Any updates on DACA healthcare provider? I don't have any updates. انا اسكن من عماره من 4 شقق ومتجر تحت وصاحب البيت باع البيت اوكي، وانا ساكنه من سنه 2005 وليس معي ذكرى. ممكن صاحب البيت جديد وانا ساكنه من سنه 2005 وليس معي. انا مش عارف انت في ولايه ايه وبتتكلمي عن الطرد ده، الطرد ده لسبب ايه؟ انا ما اقدرش ان انا اديكي اجابه بدون ما اعرف انت في ولايه ايه وايه الاسباب، لكن لو انت بتتكلمي في كاليفورنيا مفيش طرد دلوقتي لغايه at least May 31st. انا هنا من 2013 وحصلت على الموافقه 2017. هل في امكانيه الحصول على الجنسيه قبل 5 سنين جرين كارد؟ لا مفيش اي امكانيه الا لو اتجوزت مواطنه امريكيه تقدر انت تحصل بعد 3 سنين. انا صار لي 4 شهور خارج امريكا وكانت عودتي بابريل 1، لكن التغت رحلتي بسبب اغلاق المطار ولغايه الان مش مبين مش هيفتحوا المطار. هل ممكن ياثر ده هذا الشيء اذا تعديت ال6 شهور خارج امريكا وقت التقديم على الجنسيه، ولا هيكون في استثناء بسبب الكورونا؟ اتمنى ان انت انا اي ثينك ان انت من الاردن، اتمنى ان انت توفق الاسباب اللي مش مخلياك ان انت تقدر ان انت تحجز على طيران،
الكوبي من تذكرة السفر اللي انت كنت المفروض هتيجي بيها في ابريل واحد، كل الدوكيومنتيشن اللي باين ان مفيش طيران ومفيش حل ان انت تستنى وتيجي. ما اعتقدش ان هي هتأثر عليك في دخول امريكا في وقت التقديم على الجنسية، برضو ما اعتقدش ان هي هتأثر عليك، لكن كن مستعد ان انت تتسأل اسئلة كتير في الموضوع ده، خصوصا الناس اللي هي يعني ايه بتقرر كلوز، يعني بتبقى بتقعد في بلدها 5 شهور ونص وحصلت المشكلة ديت. يعني على حسب بقى الأوفيسر اللي هيجيلك في الجنسية هيبص للموضوع ده بالشكل بأي شكل يعني، بس المفروض يكون في استثناء. هل في مبلغ معين في الانكم تاكس للجنسية؟ لا. أنا سيدة وكسبت قضية لجوء إنساني قبل سنتين وبصمت للجرين كارد. أوكي أنا قدم جاوبت على سؤالك. أنا أحمل جرين كارد وغبت عن أمريكا مدة 6 شهور ونصف، هل هذه المدة تلغي الأيام السابقة ولا هناك استثناء؟ يس، مفيش يعني هتلغي الأيام السابقة وهتبتدي تعد الأربع سنين يعني 5 سنين تاني أو الـ4 سنين و9 شهور. هل في استثناء؟ في استثناء لو الظروف دي ظروف قهرية تقدر إن أنت توثقها، مش بس إن أنت يعني كنت بتحاول تقضي وقت مع الأسرة أو وات ايفر في بلدك. هما متشددين جدا في حتة ان انت تكسر الكونتينيوس ريزيدنس بتاعتك او ان انت تقعد فترة مدة اكتر من 6 شهور خارج امريكا وانت جرين كارد هولدر. انا واخد ابروف من الاسايلم، حضرتك اسرتي في مصر، هل اكتب اسماء اسرتي وانا بقدم على الجرين؟ ثانيا من 9 شهور مقدم لاولادي وزوجتي لم شمل بعد الابروفل يس. اول حاجة السؤال يس، لازم تحط الاسماء في الابليكيشن بتاع الجرين كارد. سنة من 9 شهور بعد الابروفال، واظن الجوابات الاولى حتى الان ما وصلنيش اي شيء. هل تفيدني؟ شكرا. ما فيش اي حاجه تقدر تعملها، بياخد وقت طويل لما يبروسس ابلكيشن الاي 730. ازاي احصل على معونه البطاله وانا رحت اعمل ضرايب 2019؟ قالوا لي انت ما عملتش دخل السنه ديت، وهنا بناء على هذا ما عملتش ضرايب وانا دخلت امريكا في شهر 3/2019 وبدات اشتغل في شهر 11/2019. انت بتتكلم على الانبلمنت، الانبلمنت دي مختلفه، انت بتتكلم على 1200 دولار تقدري ان انت يعني تسجلي على موقع الاي ار اس في ويب سايت تعملي عليه سمبل تاكس ريتيرن. اي ثينك ان في ناس كتيره يعني عامله يعني شرح للموقع ده، انا هحاول ان انا احطه دلوقتي. موقع الاي ار اس احاول ان انا احطه على اللايف. انت تقدري تعملي السمبل تاكس ريتيرن ده، وعن طريق السمبل تاكس ريتيرن ده هيحطوا لك ال 1200 دولار. بالنسبه للانمبلمنت، الانمبلمنت ده لو انت وقفتي وقفتي الامبلمنت بتاعتك بسبب الكورونا فيروس، او يعني اللي هم صاحب العمل يعني قعدك في البيت او قلل ساعاتك، او انت قاعده تعتني باسره او افراد يعني افراد من اسره اللي هم الاولاد، الحاجات دي كلها هتبقى اسباب ان انت تقدري ان تقدمي على الانمبلمنت. استاذ انا جيت امريكا من 2015 والحلق ما اجاني جرين كارد، مع العلم جيت انا وبرنامج انا سبت تاخير وباقي تقديم الجنسيه شهرين فقط، بتنصحني اقدم على الجنسيه؟ اوكي، ليه تاخير الجرين كارد ده مشكله؟ من 2015 ما جالكيش الجرين كارد، هل تواصلت مع اداره الهجره؟ هل يعني حاولت تعرفي باي شكل من الاشكال عن طريق الكونجرس مان او كونجرس بيرسون بتاعك ايه السبب؟ دي حاجة لازم ان انت تستشيري فيها محامي الاول. اوكي، انا حطيت اللينك اهوت علشان الناس اللي عاوزة تعمل السيمبل سيمبل تاكس ريتيرن، وانا اتكلمت في بداية الفيديو عن الحاجات اللي المفروض ان انت تكون عندك علشان تقدمي على الحاجات ديت. سؤال، استاذ انا جيت من امريكا من 2015. اوكي ده انا جاوبت على السؤال ده. قدمت على الجنسية بس خرجت من امريكا مدة أكتر من 6 شهور مرتين، كنت عملت عمليات جراحية وقدمت أسباب بكده وقت التقديم والوقت أوكي. أنا جاوبت على السؤال بتاعك، أنت سألته تاني. Hi Mr. Fatty, I'm currently in Canada and I have a green card. Can't come back home to the US before the 6 months due to the COVID-19. Please advise what to do. للأسف تستنى، أنا معرفش أنت حاولت تدخل أكتر من مرة ولا لأ. للأسف هتضطر تستنى، وما اعتقدش ان هي هتأثر على الجرين كارد بتاعك لو كل الحدود مقفلة والجنسية بتاعتك برضو ممكن يكون فيها شوية أسئلة.
لكن برضو المفروض يكون في استثناء. اوكي استاذنا العزيز، اختبار الجنسيه بيكون على الايباد ولا ايش؟ لا انت بتتكلمي على اختبار الجنسيه اللي هو بيخليك تكتبي يعني كلمه بالانجليزي على الايباد اللي موجود قدام الاوفيسر، بيخليك تقراي جمله بالانجليزي برضو على الايباد اللي موجود قدام الاوفيسر، لكن الاختبار اللي هو الاسئله العشره بيسالهم لك اورالي يعني ببقه. استاذ فادي انا قدمت اسايلم وكده هيعدي اكتر من شهرين، كده هتبقى دروب ولا تمشي ازاي؟ دروب، ما حدش يعرف بقى هيجي لك انترفيو امتى، بس انت اولويه عن الناس اللي قدمت حتى في 2020 2019 و2018 و17 و16. انا في مصر وخطبت في نيو جيرسي امريكيه وكانت هتقدم لي. اوكي انا جاوبت على السؤال ده يعني. انا كانت زوجتي في شهر 31/3/2020، بس تعرف الظروف لسه ما في حد اتصل فينا. انا مش فاهم السؤال بتاعك يا خليل. بليز ممكن اخد جواب منك، علشان ماما لوحدها في الاردن وهي كبيره في العمر، وانا واخويا عايشين في امريكا، واحنا جينا تبني بس ورق التبني ما كملش، يعني صاحب العلاقه ما كملها. بليز وانا عاوز اجابه. اوكي انا مش فاهم يعني ايه ورق التبني ما كملش. لو انت اخدت الجرين كارد بتاعك عن طريق التبني مش هتقدري ان انت تجيبي والدتك. اوكي لاني خلاص اوريدي انت بالنسبه للاميجريشن، وحتى ده بيبقى يعني تحذير في الورق بتاع التبني. لكن لو انت جيتي اخدتي الجرين كارد عن طريق حاجه تانية وبعد كده معاكي الجنسيه الامريكيه تقدري ان انت تجيبيها. اوكي لكن لو اخدتي الجرين كارد عن طريق التبني مش هينفع. اسامه، شكرا يا اسامه. I have a work permit and I don't have a green card. Can I apply for unemployment? Yes. If you qualify يا محمد تقدر ان انت تقدم على unemployment. دخلنا انا وزوجي امريكا عن طريق اللجوء وحصلنا على الجنسية عام 2019، هل يستطيع زوجي تقديم لم الشمل لابننا المتزوج؟ مع العلم ان زوجي عمره 70 سنة وتاخد مساعدات من SSI وكم تستخرج المدة. يقدر يقدم له. اوكي هتاخد حوالي 12 سنة لانه متزوج، هو ابوه معاه الجنسيه، بياخد مساعدات من الاس اس اي، هتبقى يعني هيحتاج كفيل مساعد، وبالتالي يعني في المرحله بتاعت الناشونال فيزا سنتر الله يديله العمر، هيضطر ان هو يجيب كفيل مساعد معاه، وبعد كده الموظف بتاع السفاره هياخد القرار يجيبه ولا هيشوف ان هو بابليك تشارج او حاجه زي كده يعني. هل المعاملات المتقدمين على اللجوء من الداخل متوقفه حاليا بسبب الوباء؟ متوقفة المقابلات الشخصية، لكن still بيقبلوا الملف بتاعك وبيدوا لك ريسيت نوتس، فبالتالي تقدر ان انت تعد ايام علشان تقدر تحصل على حق العمل فيما بعد. انا قدمت لجوء لكن الوضع الحالي تسبب في تأخير البصمة، فعاوز اعرف حضرتك وضع ايه بالنسبة للسوشيال سيكوريتي علشان اقدر امارس عملي الطبيعي. هتقدر ان انت تقدم على السوشيال يعني هتقدم على الورك بيرميت، وبالتالي هيجي لك السوشيال سيكوريتي نمبر بعد 150 يوم من تاريخ التقديم على اللجوء، فبالتالي ما تخافش من الموضوع ده. لكن بالنسبة للانترفيو والبصمة هيجوا لك بعد ما يفتحوا مكاتب اليو اس اي اس. الجرين كارد انتهى في 10/20/30/10/2019، ومقدم على الجرين كارد النهائي من سبتمبر الماضي. اوكي يعني الجرين كارد انت بتتكلم على الجرين كارد المؤقت. اوكي انت خدته عن طريق جواز، يعني من 6 اشهر. جالي تمديد 18 شهر وما في شيء جالي حتى الان. لازم تستنى، بياخد وقت طويل. الاي 751 بياخد وقت طويل، لكن الحاجه الكويسه ان انت لو مراتك يو اس سيتيزن انت تقدر تقدم على الجنسيه حتى وابلكيشن الاي 751 ستيل بيندنج. استاذ الكريم انا جيت 2015 ومع العلم انا جيت وانا وعائلتي ما اجانا جرين كارد، وجيت عبر منظمه الهجره العالميه. ما جالكش جرين كارد ليه من 2015؟ اوكي هل يعني انا مش عارف، هل انت يعني قدمت عليه وما جالكش؟ انا مش فاهم. 2015 كتير قوي. يعني اتمنى ان انت لو تقدر انت تبعت لي رساله على الخاص وتشرح لي الظروف بتاعتك وتكلمني.
انت داخل طبعا ريفيوجي. السلام عليكم استاذ فادي، انا دخلت امريكا عن طريق فيزا السياحه، صار لي 4 سنوات تقريبا مقدم على الاسايلم ومفيش اي جواب، انا من العراق. سو وات، هياخد، ما جالكش انترفيو مفيش مشكله. سو يا زيد، للاسف انت مستني زي الناس اللي مستنيه. لو سمحت، ما فايده الباسبور الابيض بالنسبه لعامل لجوء ولسه مش معايا الجرين كارد؟ ما ينفعش تعملي الري انتري بيرميت اللي هو بيسموه الباسبور الابيض لو انت لسه مش معاك الجرين كارد. انت بتتكلمي على حاجه اسمها ريفيجي ترافل دوكيمنت او باسبور لسفر اللاجئين، وده بتقدر ان انت تقدمي عليه وبتقدر ان انت تسافري بيه، اوكي؟ علشان انت ما ينفعش ان انت تستخدمي الباسبور بتاع الدوله بتاعتك. لكن بالنسبه للري انتري بيرميت ده فايدته لما تاخدي الجرين كارد ان انت لو عاوزه تقعدي بره امريكا مده اطول من السنه بيحميلك الجرين كارد بتاعك من انه يسقط او انت تتخلي عنه. والدتي توفيت واختي من ذوي الاحتياجات الخاصه محتاجه اجيبها، ولا يوجد احد يقوم برعايتها وكل اخواتي المسافرين، ايه الخطوات اللي ممكن اخدها؟ هل ممكن اعمل حاجه في الفتره دي تسرع الموضوع؟ للاسف لو انت يو اس سيتيزن تقدري تقدمي لها، بتاخد حوالي 13 سنه. ممكن تحاولي ان انت تجيبيها على حاجه اسمها هيومانيتيريان ادفانس بارول، بس صعب جدا، خصوصا ان الهيومانيتيريان ادفانس بارول واحده من الشروط بتاعته ان انت اول حاجه تكون استنفذتي كل الطرق اللي ممكن تحصلي بيها على الفيزا العاديه عن طريق فيزا السياحه او عن طريق اي فيزا، وان ما يكونش عندك نيه الهجره. فانت هتقدم لها على الابلكيشن بتاع الهجره، فعندها نيه الهجره، هل حاولت تاخد فيزا سياحه؟ وحتى لو خدت فيزا سياحه تيجي هنا هتعمل ايه؟ اوكي، ما فيش يعني مش هتقدري تعملي لها جرين كارد من جوه امريكا، لازم تستنى المده الطويله ديت وبعد كده تعملي لها جرين كارد من بره امريكا. شويه كومبليكيتد يعني، شويه في حاجات معقده في السيناريو اللي انت عاوزه تعمليه. انا ام طلعت لي فيزا هجره وبنتي مخطوبه وعمرها 26 وبدها تقدم على فيزا زياره قبل ما اسافر انا على امريكا، كم احتماليه حصولها على فيزا الزياره وشو اسباب ممكن تقوي المعامله؟ احتماليه على حسب الاوفيسر بتاع السفاره، اوكي، هو بمزاجه، لازم يكون في اثبات ان الشخص ده مش جاي امريكا يهاجر، اوكي، جاي لزياره مؤقته وفي روابط تجمعه بالبلد بتاعته وفي سبب قوي ان هو يجي امريكا. بالنسبة ليك الاختلاف في تاريخ الميلاد، انصحك ان انت تحاول تغير الباسبور بتاعك، اوكي، ما دام انت حطيت تاريخ الميلاد المظبوط بتاعك في الابليكيشن بتاع اللجوء وتقدر تشرح الخطأ ده المفروض ان هو ما يبقاش فيه مشكلة. لكن انصحك برضو ان انت تحاول ان انت تجدد الباسبور بتاعك او ان انت تغيره، تحط تاريخ الميلاد المظبوط، بس it's an issue يعني، اوكي. Any updates for DACA to green card? Still no updates. وللأسف القانون ده بتاع الداكا هيتعمل له expiration ومفيش حد في الكونجرس بيتحرك علشان يدي green card أو يدي path to citizenship للناس ديت، أو حتى يجددوا ال work permits بتاعتهم بعد كده. I don't know like what's going to happen. أتمنى يعني إن يكون في حاجة جديدة تدي لهم يعني حق ان هم يحصلوا على الجنسيه فيما بعد. مرحبا، صديقتي اتزوجت من شخص امريكي قبل موعد مغادرتها بيومين وعملت زواج مدني، اوكي، هل امورها تمام كده؟ انت قصدك ان هي رجعت تاني بلدها ولا ما رجعتش تاني بلدها؟ لو رجعت تاني بلدها مفيش مشكله، لكن لو ما رجعتش تاني بلدها عاوزه تعمل الورق من جوه هنا امريكا، لا، الزواج فقط ما يديلهاش اي immigration status، لازم تعمل الاوراق بتاعتها عشان يبتدي يبقى عندها immigration status. انا متزوج من مواطنه امريكيه وجيت فيزا هجره وبعد ما دخلت امريكا صار بينا مشاكل وحاولت تقتلني وحكت مع الشرطه واخدوها الان مع جرين كارد مؤقت، هل لو طلقت راح اتصفر او ما اخد الجرين كارد الدائم؟ لا طبعا، ده هي اللي حاولت تقتلك، فانت تاخد الجرين كارد الدائم عن طريق الويفر، ما تخافش من الموضوع ده، مش اللي هو مش هتتصفر طبعا، الجواز حقيقي وحصل مشاكل
ففي جود فيث مارج اكسبشن، وفي كمان الابيوز، فاللي هو يعني هتاخد الجرين كارد ده، بس طبعا استشير محامي. اوكي، 5 سنين بالضبط مقيم في امريكا، لم اغادرها، تزوجت قبل 5 سنين، قدمت على الجرين كارد واعطوني اياها دائمه لمده 10 سنين مباشره، لان معي اوكي 5 سنين. اوكي، ممكن اقدم على الجنسيه الان ولا لازم استنى كمان؟ لا لازم تستنى، قلت لك 3 سنين كجرين كارد هولدر عشان تقدر تقدم على الجنسيه. باسبوري المصري خلص، هل ممكن ابعت للسفاره المصريه، ولا السفاره المصريه في لوس انجلوس قافله بسبب فيروس كورونا؟ اي ثينك ان هم قافلين، لكن موقع السفاره بتاع لوس انجلوس في ليهم صفحه على الفيسبوك تقدر انت تدخل عليها وتكونتاكت ذم، تشوف ايه الوضع يعني. حصلت على الجرين كارد مع الفيزا سي ار 1 وانا داخله المطار ادوني رقم الجرين كارد على الباسبور، قالوا لي بعتني الجرين كارد على الميل بعد. اوكي حضرتك، انا جاوبت على السؤال يا سلمى قبل كده وقلت لك 400 او 540 دولار وات ايفر لازم تدفعيهم لو انت غيرت عنوانك، وما اللي هو انت اديته لهم وما بلغتهمش بالموضوع ده. اوكي، لكن ما فيش اي حاجه تقدري ان انت تعمليها غير ان انت تعملي ريبليسمنت لو انت كنت غيرت عنوانك، و يعني غيرت عنوانك مع اداره الهجره وما بلغتهمش بده، يعني غيرت عنوانك هنا في امريكا وما بلغتهمش بده، وهم بعتوا لك الجرين كارد بتاعك على العنوان بتاعك وانت ما كنتيش موجوده عشان تستلميه، ما كنتيش موجوده في المكان ده، فرجع لهم تاني undeliverable. فبسبب ان انت غيرت عنوانك وما بلغتهمش هيخلوك تدفعي تاني. لو انت غيرت عنوانك، لو انت ما غيرتيش عنوانك المفروض ان انت ما تدفعيش. اوكي، وفي instructions موجوده بده على موقع الاي، على موقع الاميجريشن، على فورمه الاي 90. ما هي الطريقه الجرين كارد الاي 2؟ الفيزا A2، الفيزا A2 ما بتديلكش جرين كارد. اوكي، بتديلك إقامة يعني تتجدد طول ما البيزنس بتاعك ساري وبتكريت ان انكم يعني ليك، لكن ممكن عن طريق مثلا انت تعمل استثمار اكبر عن طريق الاي بي 5، ممكن لو الشركة بتاعتك بتاعت الاي 2 دي كبرت وانت كنت اشتغلت فرع ليها قبل كده في بلدك الام في اخر 3 سنين سنه، ممكن انت تعمل عن طريق ال L1 يعني. ما فيش الا الاي بي 5، لكن الاي 2 يعني ما فيش الا الاي بي 5 علشان تقدر ان انت تاخد جرين كارد بسهوله، لكن الاي 2 نفسها ما بتدلكش جرين كارد. طبعا الاي بي 5 بتاخد، بتستثمر استثمار كبير ضخم دلوقتي حوالي 900 الف دولار او 1,800,000 دولار، ودول لهم شروط يعني ال 900,000 دولار او المليون و800,000 دولار ممكن نتكلم عليهم بعد كده. استاذ فادي، انا قدمت على اسايلم وكده هيبقى لي شهرين، هل كده دروب ولا ايه؟ انا قلت لك جاوبت على السؤال ده. ولو جالي ميعاد بصمه هل كده هيتعمل ريسكادجول وادخل على المقابله على طول ولا لا؟ لو جالك ميعاد بصمه هو كده طبعا هيتعمل له ريسكادجولينج، وبعد كده هيبقى المفروض النكست ستيب ان انت يجي لك الانترفيو. متى راح يفتح الاميجريشن؟ انا ما اعرفش. اوكي، زيك بالظبط يا مجود، بس توقعي ان هو في نهايه شهر ماي. ما دفعت ضرائب من يوم ما اخدت الجرين كارد؟ الها سنتين معي، هل تؤثر على الجنسيه لو انت ريكوايرد، لو انت مفروض ان انت ترفع تعمل ضرائب وما عملتش ضرائب مشكله، مشكله وانت بتقدم على الجنسيه. لكن ليتس سي ان انت الانكم بتاعك قليل ما تقدمش ضرائب علشان انت مش مطالب ان انت تعمل ضرائب، مش هتأثر عليك وانت بتاخد الجنسية. اوكي، جاوبت على سؤالك، سؤالي كارولا. معي فيزا E3، هل انت من استراليا؟ تقدر انت تعمل جرين كارد عن طريق العمل. الاي 3 دي عاملة زي الاتش 1 بي بالنسبة، بس هي مخصوصة للاستراليان سيتيزنز، فتقدر تعمل الجرين كارد عن طريق العمل. انا مقدمه قضيه لجوء من شهر 9 2013، لحد دلوقتي ما جاليش ميعاد مقابله، ايه الحل لاستعجال القضيه؟ مفيش حل يعني. تقدر تكلمي الكونجرسمان بتاع داليا. 9 2013، ليه انت فين بالظبط؟ ولا 2012 ديت؟ كتير قوي، كتير قوي، وقت طويل جدا، 7 سنين اولموست. حاولي انت تكلمي الكونجرسمان او الكونجرس بيرسون بتاعك، قدمي ظروف قهرية، روحي المكتب اللجوء،
لكن وقت طويل، وقت طويل قوي. اتمنى ان انت تشوفي حل يعني الموضوع ده. هل ممكن ترفعي قضية على مكتب يعني؟ that's a question يعني. هل ممكن ترفعي؟ في الغالب في مكاتب اللجوء ما ينفعش كمحامي، او ما ينفعش يبقى في قضية ترفعي قضية علشان تعملي scheduling appointment لميعاد مقابلة. لكن لو القضية بتاعتك في 9/2018 13 وفترة طويلة جدا، هل ممكن تعملي مانديمس علشان تعملي سكادجول الانترفيو بتاعك؟ يعني I think الارجيومنت صعبة جدا جدا جدا، لكن النصيحة ان انت الاول تحاولي ان انت تشوفي الكونجرس بيرسون بتاعك، تحاولي ان انت تروحي المكتب اللجوء بنفسك، تعملي لهم انكريز عن طريق الايميل بتاعك. لو في ظروف قهرية حاولي ان انت تاخدي انترفيو. لكن طويل طويل، من شهر من 2013 طويل. انا مش عارف انت في مكتب ايه بالظبط. لو سمحت، انا مضيوف مع امن الضريبه، هل بتاخد فلوس خلف ال 1200؟ لا. حصلت على جرين كارد 6 سنوات، من 6 سنوات. اول عام سافرت 10 شهور وفي 10 ايام 40 يوم. جاوبت على سؤالك يا سامي في بدايه الفيديو، فيلو جاوبت على سؤالك برضو، ممكن تتفرج على الفيديو في الاعاده هتلاقيني مجاوب على سؤالك. سلام وبركة يا غزال، وانت طيبة يا نجلة. قدمت طلب لجوء وعملت مقابلة في ديسمبر 2018 ولحد الآن لم أتلقى الرد، ما هو السبب؟ ويا ترى هل هناك حالات تتأخر هكذا؟ يعني في حالات بتتأخر، ممكن يكون انت الحكايز بتاعتك في extended background check عليك، يعني بيعملوا background check عليك لفترة طويلة لحاجات معينة. ممكن تكون انت من دولة معينة، يعني الابليكنتس بتوعها بيعملوا عليهم باك جراوند تشيك بشكل كبير. يعني انا ما اقدرش ادي لك يعني استيميت امتى ممكن تجي لك القرار، لكن ممكن تكونتاكت مكتب اللجوء وتحاول ان انت تاخد قرار في او تحاول ان هم يقولوا لك ايه اللي بيحصل في القضية بتاعتك. اوكي، الاستاذ المحترم، عائلة داخل امريكا تسأل مقدمين لجوء ولديهم سوشيال سيكيورتي لكن لم تتم المقابلة، وبعد ويفكرون في السفر لكندا لطلب اللجوء فيها لسرعة إجراءاتهم، هل يصح ذلك ولا لا؟ أوكي، ده تسألي في محامي هجرة كندي، بس أنا أقدر أقولك إن في معاهدة ما بين أمريكا وكندا، Third Safe Country Agreement، بس ليها استثناءات. واحدة من الاستثناءات إن أنت لو معاكي فيزا valid لكندا وهتدخلي بالفيزا دي كندا، ممكن ان انت تطلبي اللجوء فيها. الاستثناء الثاني لو انت يعني هتدخلي عن طريق حاجه غير اللاند بوردر، يعني غير الـ يعني الـ الحدود البريه او الحدود البريه الريجوليتد، لو دخلتي تهريب عن طريق الحدود، وده حاجه انا ما اقدرش انصحك بيها تماما، يعني المفروض ان البار ده او الاجريمنت ديت ما تنطبقش عليكي. لكن بغض النظر عن كل ده، اللجوء في اي مكان، وانا ما اقدرش اتكلم بالنيابه عن محامي هجره كندي، فانت محتاجه ان انت تسالي محامي هجره كندي في الموضوع ده. اللجوء بغض النظر في كل الاماكن هو ديسكريشنري، يعني تخضع للسلطه التقديريه بتاع الموظف اللي بيعمل معاك اللجوء في كندا. فاللي هو يعني ممكن يشوف ده كحاجه سلبيه ان انت قدمتي على اللجوء في امريكا، بس كون اللجوء بتاعك في امريكا ما تمش البت فيه، ها يعني ممكن، لكن دي حاجة أنا ما أقدرش أديلك فيها أي نصيحة، أنت محتاجة نصيحة محامي هجرة كندي. أوكي، لكن الأجريمنت أو الثيرد سيف كونتري أجريمنت ما بتنطبقش على الناس اللي بيبقوا داخلين كندا أو أمريكا عن طريق فيزا، أو داخلين عن طريق حاجة غير الحدود البرية. أستاذ المحترم، عائلة داخل أمريكا، أوكي أنا جاوبت على السؤال ده. لو جوزي جه امريكا يوم 25 فبراير ينفع يقدم على مساعدات؟ وخصوصا ما في الشغل حاليا ينفع يقدم على مساعده وهو مع السوشيال سكريم يقدم على جرين وهو في مصر؟ لا، ما ينفعش ان هو يحصل على المساعدات اللي هي الان امبلويمنت. اوكي، لان هو الا اذا كان عنده عرض عمل او اشتغل في الفتره ديت، لكن لو ما اشتغلش في الفتره ديت هيقدم على الان امبلويمنت ازاي؟ اوكي، ما ينفعش طبعا. واحد لسه جاي من مصر وهيستلم الجرين كارد، زي ما حضرتك عارف انه مفيش شغل، يقدر يستفيد من المساعده؟ لا طبعا.
استاذ فادي حفظك الله، هل اصحاب التي بي اس وهم دافعين التاكس تشملهم وعندهم شول شيب سكيزا؟ انا مش فاهم الكلام ده، ارجو من حضرتك التوضيح. لو انت بتتكلم على المعونات اللي هي 1200 دولار، يس، لانه معاهم سوشيال سيكيورتي نمبر وقادرين ان هم يشتغلوا في امريكا، يقدروا ان هم ياخدوا ال 1200 دولار بتوعهم، اوكي؟ لان هم ريزيدنت الين بالنسبه للضرايب، فهياخدوا ال 1200 دولار. بالنسبة ليهم بقى للـ unemployment، ترجع للقاعدة العامة، هل هم وقفوا من الشغل بتاعهم أو قللت عدد الساعات بتاعتهم بسبب الكورونا فيروس وكده؟ لو الحالات ديت أو واحدة من الحالات اللي تم النص عليها في القانون بتاع الـ CARES Act ديت منطبقة عليهم، يقدروا إن هم يقدموا على الـ unemployment. هل بيبعتوا جوابات لاسايلم دلوقتي بقصد مواعيد للمقابلات؟ لا، لان حد استلم ميعاد، لما تكون ميعاد انت قالك اوكي، جالي ميعاد مقابله في 21 ابريل، وكانت متحدده قبلها، وبعدين في نفس الـ الـ في نفس البتاع جالي كانسليشن نوتس. فهم يعني بيبعتوا الجواب، لان تقريبا السيستم يعني اوتوماتيك، وبيبعت في نفس الوقت الكانسليشن نوتس، اوكي؟ فلو ما فيش، لو جالهم ميعاد وما جالهمش الكنسليشن نوتس، ما يقدرش ان هم يجوا. اوكي. لو سمحت، كيف اعمل ويكلي فاوتشر؟ انا قدمت على الانبلمنت من يوم 23/3 وما فيش اي رد في انديانا. في بعض الولايات، انا اتكلمت على الموضوع ده في البدايه، في بعض الولايات السيستم بتاعها ما كانش اول حاجه مستوعب ان هم يعملوا يبروسس الابلكيشن بتاع الانبلمنت بتاعت الناس اللي هي الاندبندنت كونتراكتور، الناس الاوبر، الناس السيلف امبلويد. وفي بعض كمان الولايات كان عليها ضغط كبير جدا جدا جدا، فممكن تاخد وقت لغايه ما يردوا عليكم. اوكي، ممكن تكونتاكت المكتب بتاع الانبلمنت في ولايه انديانا وتشوفي ايه السبب. انا وام طلعت لي فيزا هجره، وبنتي مخطوبة وعمرها فوق ال 21 سنة، وبدها تقدم فيزا زيارة. اوكي، انا جاوبت على السؤال بتاعتك. من فضلك، انا كان عندي مقابلة واتأجلت بسبب الكورونا من 6 شهور، ماليش اي حاجة من المعونات. لو انت معاكي سوشيال سيكيورتي نمبر وورك بيرميت، هتقدري تاخدي وقفتي الشغل بتاعك، او الشغل بتاعك وقف بسبب الكورونا، تقدري تقدمي على الانمبلويمنت، لان انت معاكي سوشيال سيكيورتي وانريستريكتد ورك بيرميت. طيب محمود، انا سالتك مرتين ولم تجاوب على سؤالي، ليش؟ انا ما شفتش السؤال بتاعك اكيد. هل ممكن اقدم على الجنسيه وانا على الان امبلويمنت؟ بالطبع، مفيش اي مشكله. كنت بشتغل 40 ساعه ودلوقتي بشتغل 20 ساعه في الاسبوع، من حقي اقدم على الان امبلويمنت؟ يس، ريديوسد ورك اورز او عدد الساعات القليله اللي انت بتشتغليها تقدر تقدم على unemployment. اوكي سام، برضه انا ما شفتش السؤال بتاعك، معلش. من ضمن موافقه على unemployment لازم يكون واحد عامل 140 100 دولار. 140 100 دولار ده صح ولا غلط؟ لا مش صح. يعني ايه 140 100 و140 دولار؟ مش فاهم. هل المواعيد المقابله اللي تم الالغاء هيرسلوا لي مره تانية؟ يس، هيعملوا لك ريسكادجولينج وهيبعتوا لك ميعاد بالميعاد الجديد. هل امبلويمنت سيلف امبلويد وخسرت عملي ممكن اقدم على الانبلويمنت؟ يس، ممكن ناخد رقم المكتب مشان ناخد رايك من ملف العائد لاولادي. رقم المكتب موجود على الصفحه، ممكن تدخل على الصفحه، حتى موجود في الكفر بتاع الصفحه نفسها. استاذي، وانا واخد ابروف بعد لجوء اسرتي في مصر، هم معي في الابلكيشن القضيه، وانا هقدم على الجرين كارد، هكتب اوكي. انا جاوبت على سؤالك يا سامويل، ارجع تاني للفيديو بتاعي، صدقني جاوبت عليه. من ضمن شروط الانبلمنت يكون واحد عامل 10,140 دولار، ده صح فعلا ولا غلط؟ الولايه بتاعتك المفروض ان هي يكون ليها يعني حاجات، يعني اللي يكون ليها شروط علشان تحصلي على الانبلمنت اللي مموله من الستيت. لكن دلوقتي القانون الجديد اللي تم تمريره، الكيرز اكت، ما بيطلبش اي حاجه من الحاجات ديت، بالعكس ده هو وسع الانبلمنت بنفيتس.
فانت لو اخدت unemployment حتى لو دولار واحد تحت الولايه بتاعتك، اوكي، طبقا للتعريفات الجديده والحاجات الجديده اللي تم توسعها بقانون الكيرز اكت، هتاخدي ال 600 دولار بتوع الفيدرال جوفرمنت. اوكي، لو سمحت، هل يوجد اي استثناء قانوني للسفر من مصر مده اسبوعين في ظل الظروف الحاليه بترافل دوكيمنت من اسايلم؟ لا طبعا، دي حاجه انا ما انصحش بيها خالص. وبعدين انت ممكن تروح اسبوعين وتتحبس، انك يعني ما تعرفش ترجع تاني خالص. صديقتي عايشه في ايطاليا وتريد ان تاتي امريكا وتعمل لجوء. انا جاوبت على السؤال ده. اوكي، اللي ياخد سوشيال سيكيورتي بيعطله هل مساعدات بسبب الكورونا؟ بيعطله مساعدات بسبب مشان الكورونا؟ يس، تقدر انت تاخد مساعدات الكورونا ال 1200 دولار. I have a green card through asylum. Can this affect my mom application for B1 B2? Potentially. يعني مش hard rule، دي على حسب الموظف بتاع السفارة وعلى حسب السبب اللي هي جاية تيجي بأمريكا. لكن في ناس كتيرة معاهم green card عن طريق اللجوء، وأمهم ووالدهم جم أمريكا بدون أي مشاكل على فيزيت سياحة. اوكي، بس potentially ممكن على بعض الأوفيسرز يعني ياخدوها يعني حاجة سلبية. حضرتك، أنا جنسية أمريكية وأولادي معايا، زوجتي معايا جرين كارد، هل ممكن نحصل على مساعدات من الويلفير أو هاوزنج؟ لو أنت كواليفايد تقدر أنت تحصل. أوكي، بس لازم تحط المعلومات بتاعتك سليمة في كل الأبليكيشنز اللي تقدم عليها. I applied for a green card via NIW, National Interest Waiver. They requested additional evidence. I don't know what the evidence they want because I have not received the request for additional evidence yet. What is your advice for me? Do you think my application is in good shape? Okay. بقى ما يجي لك ال request for evidence، لازم تودي لي محامي، لأن أنت لو مقدم عن طريق ال National Interest Waiver دايما بيبقى فيه legal arguments ودايما فيه case law لازم المحامي بتاعك يارجيو بناء على ال qualifications بتاعتك اللي انت عن طريقها قدمت على الناشونال انترست ويفر ان انت تحصل على green card. I think ان انت معاك محامي، فانت ممكن تستشيره اما تاخد ال request، اما يجي لك ال request for evidence. انا مقدمه على citizen اتلغى بسبب الكورونا، قدمت على الفود ستامب والميديكيد، هل سبب مشكلة؟ وجوزي شغال اوبر وليفت، هل ممكن يقدم على unemployment؟ جوزك ممكن يقدم على unemployment لو هو الشغل بتاعه قل بسبب الكورونا، وده طبعا حصل لكل الناس اللي شغاله اوبر وليفت. بالنسبه للسيتيزن، قدمت على الفود ستامب والميديكيد، مش هيسبب مشكله في السيتيزن شيب ابلكيشن. لو سمحت، ممكن اعرف فائده الباسبور الابيض وانا احصل على الجرين كارد بعد؟ جاوبت على السؤال ده يا جاكي، ارجع لي الفيديو بتاعي وهتلاقيني مجاوب على السؤال ده. لسه امبارح جاي لاختي N600 وسكيدجولد انر ان ابوينتمنت فور يو، ازاي وهو في كورونا؟ هيبعتوا لها كانسليشن نوتس، مش هيبعتوا لها وحتى لو جالها الانترفيو نوتس واداره الهجره واقفه في خلال الفتره ديت، مش هيبقى في انترفيو، فهيبقى في كانسليشن او ريسكيدجولينج نوتس وراها على طول. انا بنتي قدمت لاخواتها من 2009 في 2000 منذ 2009 في كاليفورنيا، امتى يمكن امتى ممكن يطلع لهم؟ 13 سنه، so you have to wait. السلام عليكم، انا عندي جرين كارد، سافرت مرتين خلال السنه وما اتجوزت السنه، وما اتجوزت 6 اشهر في كل سفره، هل يؤثر على الجنسيه؟ المفروض ما ياثرش، بس احسب ان انت يكون انت قاعد في امريكا 6 شهور انا باف داخل امريكا. اوكي، مش بس ان انت ما اتجوزتش 6 شهور خارج امريكا، لان ممكن الافيسر ياخدها في الاعتبار ويشوف ان انت حتى الزيارتين دول لو كل واحده مثلا 5 شهور وانت جيت هنا امريكا شهر او شهرين، ممكن يقول ان الزيارتين ال5 شهور المنفصلتين دول في خلال السنه سببوا ان انت قطعت الاقامه المستمره بتاعتك. مرحبا، انا من 21/12/2016 وبقدر اقدم على الجنسيه وبقدر اقدم اونلاين، وانا لغتي الانجليزيه مش قويه، ما احتمال ان اخد الجنسيه زي ما كانت لغتي مش قويه. انا مش فاهم، من 2016 انت جرين كارد هولدر، هتقدم على جرين كارد عن طريق ايه؟
دي حاجة تستشير فيها محامي، يعني ممكن تبعت لي رسالة او كده، علشان انا مش عارف انت هتقدم على الجنسية عن طريق ايه. لغتك مش قوية، وطبعا مش لازم تكون fluent يعني perfect in English علشان تاخد الجنسية، لكن لازم يكون عندك ال understanding، الفهم بتاعك بتاع الانجليزي كويس، ال speaking بتاعك تقدر تتعامل يعني مع ال officer في الانترفيو، الكتابة والقراية، وتقدر ان انت تجاوب على الاسئلة بتاعته، هتاخد الجنسية. بس مش لازم الانجليزي بتاعك يبقى perfect، لكن لازم تفهم، ولازم ان انت تجاوب على الاسئلة اللي ال officer هيسألها لك. زوجتي أمريكية ومقيمة معايا في مصر، ممكن أقدم على جرين كارد الآن؟ جاوبتك يا أحمد، تقدر تقدم على الـ I-130، وبعد كده تقدم على الـ يعني الـ I-130 في مصر، بس دي بروسيس لازم تعملها مع محامي، أنصحك يعني. أوكي، لأن لازم تثبت في وقت الانترفيو بتاع السفارة إن أنتوا الاتنين هترجعوا أمريكا، وهيبقى في مشكلة في السبونسر. كنت عايز أسأل حضرتك، أولويات مقابلة الأسايلم 2020 ولا 2019؟ 2020 أكيد، الناس اللي قدمت في 2020 أولوية عن الناس اللي قدمت في 2019. أهلا وسهلا، أنا جيت لوتري، أنا قضيت عطلتين، الأولى ل3 أشهر والثانية شهرين، هل أقدم الجنسية وأحسب الشهور اللي قضيتها من خارج أمريكا؟ ولا قالوا لي إن ممكن التقديم بعد 4 سنوات و9 أشهر. يس، تقدم بعد 4 سنين و9 شهور، ومش لازم إن أنت ما دام قضيت 3 شهور وشهرين مش هيبقى فيه قطع للإقامة المستمرة بتاعتك من تاريخ الجرين كارد بتاعك. احسب 4 سنين و9 شهور او 90 يوم قبل السنة الخامسة، وتقدر تقدم على الجنسية. اوكي، جوزي شغال على ليفت واوبر، هل ممكن يقدم على unemployment؟ يس. My sister got update yesterday. اوكي، انا جاوبت على السؤال بتاعك، السؤال بتاعك يا باسم. صباحه، لو حد قدم على اللجوء بيقدر يسافر بلده؟ لا. هل لو قدمت على اللجوء قبل ما فيستي تخلص اسبوع فيها مشكله؟ مفيش مشكله خالص. وحتى لو قدمت على اللجوء بعد ما فيستك خلصت مفيش مشكله. لو سمحت، احنا مقدمين على اللجوء وعملنا مقابلتين مع افسر، وقالت النتيجه هتوصل لكم بعد شهر من يوم 6 مارس. اوكي، وهل النتيجه هتتاخر بسبب الوضع الحالي؟ يس، وممكن يقول لك الافسر هتجي لك بعد شهر وما تجيلكيش بعد شهر، فدي مش هارد رول ان هو الافسر الكلام اللي بيقوله لك هيحصل. I applied for asylum and I changed my mind. I want to go to Canada. Is there any way to do it? استشير فيها محامي هجرة كندي. زوجتي جنسيتها نيجيرية وأنا تايواني وعايش في الفلبين. أوكي، هل يحق لنا التقديم على المساعدات المالية الأمريكية؟ إزاي يعني؟ أنت بتهرج أكيد يا سام. أوكي، حلوة حلوة النكتة. اهلا، هل المساعدات مثل unemployment or food stamps هتؤثر عند تقديم على الجنسيه؟ لا، مش هتاثر. عملت لم شمل لابني، وحصل على approval، وبانتظار الحصول على فيزا البرايورتي ديت يناير 2017. اوكي، وهو عمره اكتر من 20 سنه، 21 سنه قصدك، وغير متزوج، لا يوجد اشاره على متى يمكن ان يحصل على الفيزا. خليكم مع يعني، هعمل فيديو على الصفحه بتاعتي اشرح لكم فيها ازاي تقراوا الفيزا بولتن، وازاي تعرفوا الفيزا بولتن امتى تبقى كارنت، وامتى الحد اللي انت عامل له كقريب ليك يقدر يجي، علشان ما تسالوش الاسئله دي كتير. يعني المفروض ان هي سهله ان انتوا تقراوا الفيزا بولتن، هحاول ان انا اشرحها لكم في فيديو. عملت لم شمل لابني. اوكي، انا ده السؤال، نفس السؤال. اوكي، اخوه زوجي كان معه فيزا سياحه. اوكي، هو وزوجته واولاده وهم في مطار دبي عند سفرهم الى امريكا، اتلغت الفيزا للكل بسبب اكتشفوا انهم رايحين للاقامه. الكلام ده من 5 سنوات، هل ممكن يتقدموا لاخذ الفيزا مره اخرى ولا مستحيل؟ ممكن ياخدوا الفيزا مره اخرى، مفيش حاجه مستحيله، بس طبعا صعب جدا. اوكي، question please. Applied for what? I'm in the beginning of 2019. I applied for work permit and then never received any receipt. Then I got married and applied 2 more times for work permit and never work out. I call. أكيد بتعمل حاجة غلط في الورق بتاع. I call the immigration and they daily we don't have any application in your name. على علم that we sent it to the Vermont office. Please let me know if you can help me. I left the voicemail to another thing. I'm
getting divorced with abuse case. اوكي اشوف الفويس ميل اللي انت سبتها لي واقول لك. بس انت اكيد عملت حاجه غلط ان هما حتى ما بعتلكش الريسيت، اكيد انت مليت الابلكيشن غلط، ما بعتش الريكوايرد دوكيومنتيشن، حاجات كتيره قوي ممكن تسبب الموضوع ده. انا يا جماعه هخلص كمان 10 دقائق، بكره يوم الاحد هكون عامل لايف تاني هجاوب على الاسئله بتاعتكم. يا ريت الناس اللي انا ما جاوبتش على الاسئله بتاعتها النهارده ما تزعلش، هكون عندي لايف بكره تاني اجاوب على الاسئله اللي وقعت من السيستم، زي الانترفيوز بتاعت اللجوء. انا عامله اسايلم وسؤالي هل فعلا بعد 10 سنوات من قعادي في امريكا ما طلعتش ابدا وعندي اطفال بعد 10 سنين اتحصل على جرين كارد؟ انا عامله اسايلم هل فعلا بعد قعادي في امريكا ما طلعتش ابدا وعندي اطفال بعد 10 سنين اتحصل على جرين كارد؟ لا، الكلام ده قالك مش صح. انا اي ثينك ان انت بتتكلمي على الكانسليشن اوف ريموفال فور نون لافل بيرمنت ريزيدنس في المحكمه، لو انت تحولتي محكمه تقدري تقدمي عليه، ولازم يكون في كواليفاينج ريلاتيف ويكون في هاردشيب للاولاد ديت، زي الاولاد عندهم مشكله كبيره صحيه يعني. انا وترامب صحاب قوي، هل يحق لي التقديم على الجنسيه؟ انت ظريف يا سام، فاشكرك جدا. انت وترامب صحاب، ما ينفعش تقدم على الجنسيه، ما بيحقلكش. لو سمحت احنا مقدمين على الجو وعملنا مقابلتين مع الاوفيسر، واخر مقابله قال النتيجه هتوصل على الميل بعد شهر من يوم. اوكي انا جاوبت على السؤال ده. وانت بصحه يا ابو محمد. لدي دبلوم من بلدي، هل يمكن استخدامه بامريكا عند البحث عن عمل؟ امريكا بتعتمد على المهارات. ريتا انا مش فاكر السؤال بتاعتك اللي انت بعته لي على الخاص، انا ما فتحتش حاجات كتير قوي يعني كميه رسائل فظيعه انا ما فتحتهاش على الخاص. انا جيت بالكي 1 فيزا، تزوجت بامريكا بحريه حسنه يعني زواج حقيقي، ولسه ما عنديش الجرين كارد بتاع السنه، خلصت 6 شهور ولكن زوجي بخني وعندي ادله، هل انا ممكن اضرب بحضنه في حاله الطلاق؟ ممكن تقدمي على الفاوا بناء على ان في اكستريم منتال ابيوز، بس لازم يكون يعني مش 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 قضيه سهله. اوكي بس ليكي حل ان انت تقدمي على الفاوا الفايلنس اجينست وومن، بس قضيه مش سهله بناء على انه بيخونك بس. اوكي هل في حاجه تانية؟ حاولي ان انت تتواصلي مع محامي استشاره خاصه بخصوص كل التفاصيل ممكن تاثر. اوكي امتى الحصول على الجرين والجنسيه من خلال فيزا العمل؟ انا مش فاهم. دي حاجات على حسب انت في انهي كاتيجوري. هتقدم على الجرين كارد عن طريق العمل، عن طريق الاي بي 1 ولا الاي بي 2 ولا الاي بي 3؟ دي لها فيزا بولتن برضو عامله كده زي الفاميلي ايميجريشن، في ساعات ناس بتستنى فتره طويله وفي ساعات ناس ما بتستناش فتره طويله. معامله الورك بيرميت كم تاخد من الوقت بعد اكمال مده 150 يوم؟ ممنون من حضرتك. تاخد المفروض 30 يوم ويجي لك بعد ال 30 يوم. يا استاذ ايه الاخبار بالنسبه لطلب مجالات الطب بسبب الكورونا من جميع انحاء العالم؟ هل ده كلام صحيح؟ انا عامل فيديو لايف على الصفحه بتاعتي، ممكن حضرتك تشوفه هتلاقيني بتكلم على الموضوع ده. ما مده التصريح العمل والسوشيال والادفانس بارول لما اقدم عليهم مع جرين كارد الجواز؟ بياخدوا بيجي لك بسنه، لكن مده ان هم يجي لك بياخدوا قد ايه على ما يعملوا الادجوديكيشن بتاعهم؟ 6 شهور ونص لثمان شهور ونص. اوكي هل في ما في تمديد على الفيزا بتنتهي بشهر؟ هاي استاذ سالتك مرتين، جوزي جه يوم 25 فبراير اخذ السوشيال ومع هذا الظروف ما في شغل، هل له حق على تقديم اي مساعدات؟ انا عايشه في كاليفورنيا، انا كنت بشتغل فول تايم ودلوقتي بشتغل 20 ساعه في الاسبوع. انت من حقك ان انت تقدمي على الانمبلويمنت، هو مش من حقه ان هو يقدم على حاجه لو ما فقدش شغله بسبب الكورونا، او ما تقللش عدد ساعات عمله بسبب الكورونا، او كان هيبتدي وظيفه وكان في عرض عمل اوريدي وما قدرش ان هو يوصل له بسبب الكورونا، او الشغل قفل بسبب الكورونا. الحاجات ديت ممكن هو يقدم على الانمبلويمنت، لكن غير كده مش هيقدر ان هو يقدم على الانمبلويمنت. هلا انا مقدمه لجوء 2017. طيب انا اتمنى ان انا اكون
اوكي، متى استطيع التقدم على الجنسيه؟ انا كنت محصل جرين كارد عن طريق الزواج. لو انت ما زلت متزوج مراتك، ومراتك كانت يو اس سيتيزن وقاعدين متجوزين بقالكوا 3 سنين، وانت جرين كارد هولدر لمده 3 سنين، تقدر تقدم بعد 3 سنين. لكن لو حصل طلاق او حاجه زي كده بعد 5 سنين. زهجر، لو في واحد اخذ موافقه ومعه اوراقه كلها من كاليفورنيا، وبعد كده قرر الانتقال لولايه اخرى وعمل تغيير عنوان مراسلاته على الولايه الجديده، هل اوراق لم اسرته ممكن تتاخر عن الميعاد المحدد؟ لو هي بقت outside of the jurisdiction of that office، لو هو الاوراق بتاعتك لما غيرت عنوانك في الولايه التانيه او المكان التاني، الاوفيس المفروض يعمل jurisdiction او يبص في الاوراق بتاعت اهلك اتغير بسبب تغيير عنوانك، ممكن تأخر الميعاد بتاعك. أتمنى أنت ما تروحش ولاية يعني بعيد عن الويست، لأن الويست بالنسبة للناس اللي عاملة لجوء وأخدت اللجوء وبتحاول تجيب أهلها وبتحاول تعمل حتى تعمل الجرين كارد، ولايات زي كاليفورنيا بتبقى أسرع بكتير من ولايات الإيست كوست. أنا معايا جرين كارد ومتزوج من سنة ومقدم لم شمل، بس جالي جواب من شهر وقال لي مبروك انبعت لك جواب تاني بس لسه ما بعتليش، ما تبتش. ايه، انا معايا جرين كارد متجوز من سنه ومقدم لم شمل، بس جالي جواب من شهر قال لي مبروك اتبعت لك جواب تاني بس انا لسه ما بتبتش في الورق ومش عارف الجواب التاني عباره عن ايه. اوكي، انا مش فاهم الجواب ده. قال لك مبروك ان انت بقيت lawful permanent resident، ولا موافقه على حق العمل اللي انت مقدمه والادفانس برول اللي انت مقدمه مع الجرين كارد ابلكيشن؟ مش فاهم انت ايه الجواب اللي جالك. اوكي، السؤال بتاعك مش واضح. يا استاذي، بنت اختي متقدم ليها واحد من البلد عندنا، وسمعنا انه كان في امريكا سنه 2000 وترحل بسبب جريمه، اتسجن فيها فتره وترحل، وكمل سجن في البلد عندنا كام شهر وطلع وقتها، وكان المفروض عنده جرين كارد. هو كان كان المفروض عنده جرين كارد هنا. ازاي نتأكد اذا كان في فعلا جريمة ولا لا؟ مش المفروض public record؟ هو مش هيقدر يرجع امريكا تاني عن طريق الجواز؟ لو اترحل هو كان معاه جرين كارد، اكيد دي كانت حاجة يعني ميجر. اوكي، فطبعا هيبقى inadmissible لو كانت يعني aggravated felony، ومش هيقدر ان هو يدخل امريكا، صعب جدا 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 يعني لدرجة يعني الاستحالة. اوكي، لو كان اترحل هو مع جرين كارد عن طريق جريمة، معناه الجريمة دي حاجة كبيرة. public records، يس، تقدر ان انت تعملي في مواقع ممكن تعملي باك جراوند تشيك، في شركات ممكن تعملها وتعرفي ايه الجريمة اللي ارتكبها في امريكا. ممكن حتى على فكرة بان انت تعملي سيرش بالاسم بتاعه ممكن تلاقي حاجة يعني. طيب، انا اشكركم. هلو هلو، do you think they're gonna start doing interviews online؟ لا، انا اتكلمت في بداية الفيديو على ان المحاكم كان عندي قضية الاسبوع اللي فات وقضية الاسبوع الجاي لناس ديتيند محبوسة في الاميجريشن في محاكم الهجرة على ذمة قضايا الهجرة بتاعتهم. القضاة مش حتى محتاجين ان هو يبقى فيه يعني موشن من المحامي علشان يتواصل مع القاضي او يدافع عن العميل بتاعه عن طريق التليفون. لا، انت كل اللي محتاجه، انا كل اللي محتاجه كمحامي، انا كنت بديلهم رقم التليفون بتاعي والقاضي بيتصل بيا وقت الجلسه. فدي حاجه جديده بالنسبه لليو اس يو اس اي اس. ما اعتقدش خالص الموضوع ده هيحصل. ممكن بعد كده لو الموضوع ده استمر شويه، ممكن في المحاكم الهجره حتى للناس النون ديتيند يبقى الانترفيوز بتاعتهم، خصوصا في الماستر كالندر، عن طريق التليفون. أستاذة، أنا عايشة بفنزويلا، ما هي الإجراءات للجوء أمريكا؟ لازم تكوني في أمريكا علشان تقدمي على اللجوء. هل ممكن أتقدم للجواز في الأيام الحالية؟ كل في كاليفورنيا كل الأماكن اللي المفروض إن أنت بتعمل فيها الـ civil marriage ceremonies مقفولة. That's a problem. أوكي، أنا الساعة دلوقتي بقت عندي 8. أشكركم جدا، وإن شاء الله على لقاء بكرة هجاوب على الأسئلة بتاعتكم، وأعتذر على الناس اللي أنا ما جاوبتش على الأسئلة بتاعتها النهاردة. أتمنى ليكم ويك إند كويس وتكونوا آمنين يعني، وشكرا ليكم على الاستماع، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو. باي باي.